هل البي دي اف ظهر قصادك يا باشمهندسين؟ اه يا دكتور ظهر. اه تمام يا دكتور. تمام اوكي شكرا. ان شاء الله هنكون مع بعض، يعني انا اسمي دكتور احمد حسن يوسف، ان شاء الله هكون انا ودكتور ريمون ودكتور علي حماد موجود معاكم في الترم الاولاني مينلي، ودكتور شريف عباسط، دكتور محمد قرشي ودكتور علي حماد هيكون موجود معاكم في الترم الثاني. هناخد انواع مختلفه من البريدجز. انا ملخص لكم هنا المحتوى بوجه عام، والتكست بوكس وال كمان الجريدنج بوليسي او الاسسمنت كرايتيريا. المفروض طبعا الميد تيرم في كل ترم هيبقى عليه 15 درجه، يعني الاثنين هيبقى عليهم 30 درجه، الكويزز هيبقى عليهم 10 درجات، كل ترم عليه 5، والاساينمنتس هتبقى 10 والاتندنس 10. في بعض الاحيان بيبقى في سويتش بين الاتندنس والاساينمنتس والكويزز ديبند على الكورونا طبعا، هل هتتواجدوا بصوره مستمره في الكليه، هيحصل ظروف خاصه. ففي اوقات كثيره لغينا درجه الاتندنس وحطيناها في الاساينمنتس وفي الكويزز، يعني في ممكن يحصل ايه، يحصل شيفت في بعض الدرجات بتوين الاتندنس والاساينمنتس والكويزز ديبند على الايه، على الترم هيمشي ازاي ان شاء الله. المفروض احنا هنبتدي مع بعض الجزء الاولاني هو الديزاين اوف ستيل بليت جيردا بريدجز، هو ابسط سيستم وطبعا هنشرحه النهارده مينلي، يعني وهناخد جنرال اوت الخاص بيه، وهناخد الانترودكشن خاصه بالسيستمز المختلفه للكباري. دايما الكورس بتاعنا بيبقى فيه اوريدي ليكتشرز يليه، بفضل دايما بقول للمعيدين ان هم يشرحوا اكزامبل على التوبيك اللي اوريدي اتشرح في المحاضره، بحيث لو في طالب معين في حاجه معينه ما فهمهاش داخل المحاضره، طبعا المحاضره يوم الاثنين والتوتوريالز يوم الثلاث، وبالتالي انت بامكانك تجمع الاسئله بتاعتك وتسالها بقى للايه للمعيد تاني يوم او في المحاضره اللي بعدها. دايما في بدايه المحاضره دايما انا بسال ايه الاسئله الخاصه بالمحاضره اللي فاتت، بعد انت ما تكون تعرفت عليها وقريتها ان ديتيلز، ولو ظهرت مشاكل عندك بامكانك تسال بقى فيها المعيدين تاني يوم او تستنى المحاضره اللي بعدها. الجزء الاولاني زي ما قلت هناخد مع بعض ديزاين الستيل بليت جيردر بريدجز، هناخدها عباره عن حوالي 6 محاضرات ورا بعض، احنا هنصمم جميع الكومبوننتس الخاصه ببريدج. بعد الجزء اللي بعديه هنشغل البلاط الخرسانه مع الكمرات الحديد كومبوزيت، وهناخد بقى ديزاين اللي في كومبوزيت ايه، كومبوزيت جيردر بريدجز. هنتعلم ازاي بقى نعمل ديزاين للشير كونكتورز اللي بين البلاطه الخرسانه والستيل، وازاي نصمم المين جيردر نفسها از كومبوزيت، وكمان لو احنا غيرنا السيستم الى مالتيبل مين جيردر جنب بعض، مجموعه مين جيردر شايل البلاطه الخرسانه بتاعت الكوبري، ازاي نشغلها بيم جريد اناليسيز ونوزع لود لاتر على مجموعه مين جيردر، دي كلها هناخدها في المحاضره السابعه لغايه المحاضره العاشره. وبعد كده اخر محاضرتين هناخد ديزاين النيو برينز او الاستوميريك اند بيرنجز بتاعت الكباري. في نهايه الكباري دايما الكوبري الحديد بيبقى قاعد على اند بيرنجز، الاند بيرنجز دي زمان كانت بتتعامل من الانواع التراديشنال اللي هي عباره عن رولر صريح، اسطوانه صريحه او اوريدي بول بيرنج او هنجد بيرنجز، لكن حديثا بيبقى في حاجه اسمها نيو برينز او الاستوميريك بيرنجز، دي برضه هنتعرف عليها في المحاضره 11 و12. طبعا دلوقتي انا مجرد بقول اسامي، فانا مجرد بس عايزك تلقط الاسامي فقط لا غير، لكن كل الحاجات دي كلها هتشرح ان ديتيلز خلال بقى الايه الكورس بتاعنا. بعد كده محاضرات الترم الثاني هنبتديها ان انا بدل لما هعمل رود واي بريدجز هعمل بليت جيردر، هعمل السيستم نفسه تراس، وكذلك بدل ما هيبقى كباري طرق هنديه كباري سكه الحديد، بحيث ان انت كده في الترم الاولاني اتعلمت الاحمال بتاعه الطرق وكذلك السيستم المكون من بليت جيردر بريدجز، وفي الترم الثاني هتتعلم بقى مين جيردر اخرى اللي هي تراس ومعاها احمال الايه، احمال الريل واي بريدجز او كباري السكه الحديد. هنتعرف على الديزاين تراسز ان ديتيلز بقى في الكباري، لان المفروض الاحمال هتبقى ضخمه قوي في التراسز، مش متعود انت التراس بتاع البيلدنجز كنت بتصمم الفورس في التراس على 20 30 50 طن، لا هتلاقي في الكباري الفورس 1000 1500 طن في الابر كورد واللور كورد، ممكن توصل 2000 طن، فازاي نعمل ديزاين لممبرز وكونكشنز عليها الاحمال دي كلها. فهو ده اللي هنتعلمه في الايه، في التراس بريدجز، وتصميم كذلك الكونكشنز
اللي بيتقابل فيها الممبرز دي الجوينتس بمعنى اخر، سواء كانت ابر كورد او لور كوردز. بعد كده هننتقل الى ديزاين البريسنج سيستم. البريسنج سيستم ده هيشمل الكوبريين كاملين، يعني احنا الترم الاولاني هنخلص البليت جيردر وهنتعرف على البريسنج سيستم اللي موجوده في الكباري في البليت جيردر، لكن مش هنعمل ديزاين الاليمنت بتاع البريسنج نفسه. هنستنى لغايه ما تخلص التراس بريدجز وتتعرف بقى على الاحمال المختلفه اللي موجوده في الرود واي والريل واي بريدجز، ونعمل ديزاين البريسنج مره واحده. وبعد كده اخر سيستم اللي هو بوكس جيردر بريدجز، هو ده اللي بنختم بيه. وعاده في السنين اللي فاتت كان في صعوبه لشرح الاورثوتروبيك ستيل بليت جيردر بريدجز، اللي هي ارضيه الكوبري اللي مكونه من ستيل بليتس ستيفنينج وذ كلوزد او اوبند ريبس. دي برضو متواجده من ضمن السيستم اللي بتتواجد في مصر برضو وفي العالم كله. بس زي ما قلت اخر 3 سنين للاسف لم يتاح لان عدد المحاضرات بصوره مستمره. عمرنا في اخر 3 سنين ما وصلنا الى 13 محاضره خلال الايه، خلال الترم. حد عنده اي سؤال يا باشمهندسين؟ البرزنتيشن انا واضحه يا باشمهندسين دلوقتي؟ يا دكتور تمام. هنبتدي مع بعض دلوقتي اول ليكتشرز اللي هي الديزاين اوف رود واي ستيل بليت جيردر بريدجز. هنبتدي الاول انترودكشن خاصه بالكباري، وبعد كده نبدا مع بعض الجنرال لاي اوت الخاص بالستيل بليت جيردر بريدجز. اللي عايز اقوله دايما في الكباري البلاننج والديزايننج في البريدجز بتبقى جزء منها ان ارت وجزء منها كومبرومايز. يعني المصمم المفروض ما يفكرش فقط في الديزاين والاستاتيكال سيستم، لا المفروض يفكر كذلك من ناحيه الجماليه للايه، للكوبري. والبريدج ديزاين بوجه عام هي كومبلكس بروبلم نتيجه وجود احمال ضخمه على الكباري مع سبانز كبيره، عشان اوريدي انا بعمل كروسنج لمجرى مائي الويث بتاعه عريض نوعا ما، فالكومبلكس هنا بتيجي من الاسبان الكبير وليس من تعقيدات التصميم نفسه. يعني انا الاسبان الضخم ده بيخليني افكر بقى في وضع الايه، الاستاتيكال سيستم المناسب للايه، للبريدج بتاعي. والديزاين بروسيس بتشمل دايما مجموعه فاكتورز. اول حاجه بتيجي في دماغ الديزاينر او المهندس هو موضوع الاستاتيكال سيستم، ان انت بتختار الاستاتيكال سيستم بتاع الكوبري. هل هتستخدم كوبري عباره عن سيمبل بيم، هتعمله كونتينوس بيم، هتعمله ارش بريدجز، هتعمله كيبل ستيت بريدجز، سسبنشن بريدجز. دي كلها افكار بتيجي في دماغ الديزاينر. ديبند بقى على الايه، على اللاند سكيب بتاع المكان اللي بيتواجد فيه الكوبري. بعد كده الفاكتور الثاني اللي بيفكر فيه المهندس، الماتيريال. هل انت عندك بامكانك انك تعمل كوبري خشب مثلا زي ما بيتعمل في اللاند سكيب في الكومباوندز، ان انا بيبقى عندي مثلا مجموعه ليكس بحيرات وبعمل كوبري بيعمل كروسنج ليها، فاسبان الكوبري ده بيبقى حوالي مثلا 10 متر ولا حاجه ولا 8 متر، فممكن اعمله خشب عشان اوريدي اقدر ما يحصلوش الخشب كوروجن، واقدر بمجرد ان انا اتابع دهاناته بصوره مستمره للخشب والاقي ان الكوست بتاعته ايه، قليله، والمنظر الجمالي بتاع الخشب جميل. ممكن الاقي بعد كده الاسبان زاد شويه، او مفكر ان انا اعمل الكوبري خرسانه. يعني مثلا عندي اسبان 10 20 متر ممكن اعمله خرسانه، الاسبان زاد شويه ممكن اعمله بريستريسنج كونكريت.
او اعمل مجموعه بري كاست كونكريت بليت جيردرز برضو وابعد عن الستيل. دي كلها بتيجي في دماغ الديزاينر في وضع الاستاتيكال سيستم. اختيار الماتيريالز بتعتمد على اللاند سكيب بتاع الكوبري بتاعه، بيعتمد على الدايمنشنز والسبان بتاع الكوبري والمنطقه نفسها. هل انت عندك المنطقه دي فيها نسبه املاح عاليه جدا، وساعتها هيبقى الكوست بتاعت البينتنج بتاع الستيل ستراكشر هيبقى غالي جدا وتوجه ناحيه الكونكريت، ولا لا انا بامكاني بالفعل استخدم ايه؟ استخدم الستيل ستراكشر. ودايما المراحل الديزاين بتمر بمرحلتين. اول حاجه اسمها بريليمري ديزاين فيز، دي مرحله مبدئيه خالص. المهندس بيبدا يفكر بوجه عام ويضع الاستاتيكال سيستم للكوبري المبدئي وحسابات مبدئيه ويقارنها باكزيستنج اولد بريدجز، وبخبرته بيقدر ساعتها يعمل كويك استيميشن سريع، ياخد موافقه الكلاينت ساعتها على السيستم. والسيستم المبدئي ده بيبقى فيها برضو حسابات، بس حسابات سريعه بصوره تقريبيه. وبعد كده بتبدا بعد كده الفاينل ديزاين فيس، اللي انت بتبدا بقى تعمل جميع الريكويرمنتس المطلوبه والريكويرمنتس بتاعت الكود بتاعت الديزاين نفسها لازم تحققها، وتعمل الكالكوليشن شيت بتاع الكوبري وتعمل ديزاين لجميع الاليمنتس والكونكشنز بتاعت الايه بتاعت الكوبري. اول حاجه هبتدي بيها الكلاسيفيكيشنز، يعني الانترودكشن بتاعتنا هنبتدي بالكلاسيفيكيشنز بتاعت الكباري. يعني احنا نقدر نصنف الكباري ازاي، او نصنفها اكوردنج لايه. طبعا انا هصنف هنا الكباري اكوردنج للسوبر ستراكشر، انا ماليش دعوه طبعا بالسب ستراكشر، احنا طبعا هنصمم فقط السوبر ستراكشر. يعني احنا مش هنصمم بعض لا فاونديشنز ولا ابارتمنت ولا اي حاجه خاصه بالخرسانه اللي شايله الكوبري. احنا مالي الكورس بتاعنا خاص بديزاين جميع الستيل اليمنتس المتواجده في الكوبري وليس الفاونديشنز او الابارتمنت السبورتنج للايه للستيل بريدجز. فاول حاجه الكلاسيفيكيشنز دي ممكن نصنفها يعني ريجارد لميني فاريبلز. اول فاريبل بالنسبه لنا البيربوس بتاع الكوبري. انت اصلا بتعمل ريليتد للبيربوس بتاع الكوبري، الغرض الاساسي من الكوبري انت عايز تنشئ كوبري ليه ده؟ عايز تنشئ كوبري عشان يعمل كروسنج لرود واي بريدجز ولا ريل واي بريدجز، يعني سكه حديد، يعني في سكه حديد بتمر بمكان ما وفي عائق قصادها، فانت بتنشئ كوبري عشان تعمل كروسنج للعائق ده سواء كان سكه حديد او طرق او فوت بريدجز او بيدستريانز بريدجز اللي هي كباري مشاه، او انت عندك كومبايند بريدجز، عندك خليط من الريل واي والرود واي والفوت بريدج الثلاثه موجودين في وان بريدج، ودي موجودين في مصر في كذا مكان، ان انا بلاقي جزء خاص بسكه حديد بيعدي فوق الكوبري وجنبيه عربيات طرق بتعدي. والجزء المهم جدا المهندسين كتير قوي ما بيكونش مركزين فيه، وحتى الطلبه لما بنقعد نشرح كباري بيعتقدوا ان الكباري فقط هي الكباري اللي بيشوفوها بتعمل كروسنج لمجرى مائي او بتعمل كروسنج لهاي واي رود او بتعمل يو تيرنز بتاعت الهاي واي رودز. لا، احنا عندنا كذلك الاندستريال بريدجز. الاندستريال بريدجز دي يعني مجالاتها ضخمه جدا، وانت لو دخلت في مجال الصناعات سواء كانت مصانع الاسمده، مصانع الجبس، الاسمنت، الاسمنت اكبر مثال، بتلاقي حجم المصنع حوالي 500 متر في 500 متر كارض، بتلاقي مكون من حوالي من 10 ل 15 ديبارتمنتس. الديبارتمنتس دي كلها الماتيريال بتخش في البدايه اللي هي اللايم ستون، اللايم ستون نفسه الحجر الجيري نفسه بيخش باحجام كبيره، بيخش على اول ديبارتمنت بيطلق عليه الكراشر. الكراشر ده بياخد اللايم ستون يقعد يكسره وبعد كده يعديه على منخل معين بحيث يعدي الكراشر الحجم نفس اللايم ستون بفوليوم معين، ويخش على رو ماتيريال يتخلط بيها وبعد كده يخش على مجموعه ديبارتمنتس ثانيه زي البري هيتر، الكيلن، الكولر، ويروح بعد كده يكون الكلينكر اللي هو المسمى بتاع الاسمنت نفسه كخامه، وبعد كده في النهايه خالص بيروح ديبارتمنت اسمها الباكينج اللي هي التعبئه. وبيكون بتويل الحاجات دي فيها بيكون في مجموعه سايلوس اللي هي بتخزن الماتيريا في كل مرحله وبتنقلها الى الديبارتمنت الذي يليها. انت لو دخلت المصانع بالاحجام الضخمه دي كلها بتلاقي الماتيريا بتنتقل من ديبارتمنت الى ديبارتمنت اخر بواسطه بيلت كونفيرس.
ايه البيلت كونفيرس دي؟ عباره عن سيور، يعني بتلاقي ان انت عندك سير معين بيتحرك بموتورز، الموتور ده بيسحب السير وبيحركه على ستيل ستراكشر، فهو بيبقى اوريدي الستيل ستراكشر ده ممكن يكون المسافه بين البيلدنج والبيلدنج الاخر 40 50 100 150 متر، وبالتالي بيبقى اسبان الكوبري نفسه البيلت كونفير ده بيبقى اسبانه هو بقى ال 100 متر او ال 150 متر، ديبند طبعا على الميكانيكال ديزاين بتاع المصنع. فده كله برضو بيطلق عليه اندستريال بريدجز، والمهندس لازم يتعامل معاها بنفس الكونسبت برضو، الاحمال عباره عن ايه وازاي يعمل ديزاين ليها، لان هي عباره عن ناقله للماتيريال وليس ناقله للعربيات او سكه حديد. برضو لو دخلت المصانع دي هتلاقي في حاجه اسمها بايب لاين بريدجز. يعني ايه بايب لاينز بريدجز؟ انا اوريدي في المصانع بتبقى مواسير الميه، مواسير الغاز، كابلات الكهرباء، الحاجات دي كلها بتبقى خطوط حيويه جدا للمصنع، ولا يجوز انها تتعطل ولا حتى ساعه واحده في اليوم. وبالتالي بيبقى في بعض الاحيان المواسير الميه اللي هي بتعمل عمليه تبريد في منطقه ما زي في الكولر في مصانع الاسمنت، بتخش مواسير الميه تقوم بعمليه سيركوليشن للتبريد الماده الخام نفسها. فدي كلها بتمر حوالين بايبنج بريدجز، والغرض الاساسي ان انا ما ادفنهاش تحت الارض، ان لو حصل فيها اي مشكله اغيرها او اعمل لها صيانه بصوره مستمره بدون اي ايه بدون اي مشاكل. في بعض بقى سبيشال بريدجز اللي هي زي مثلا الكباري بتعمل اثناء الحروب، مثلا الميليتري بريدجز اللي بتبقى كباري مؤقته. برضو لو صنفنا كباري ريليتد للكونستراكشن بتاع المين جيردر، دي بسيطه خالص، دايما عندي اثنين تايبس، يا اما بليت جيردر يا اما تراس بريدجز. ايه هو البليت جيردر يا باشمهندسين؟ كلنا عارفين بليت جيردر صح؟ ايه هو البليت جيردر؟ باشمهندسين ها؟ اللي هو الاي سيكشن والحاجات دي؟ مظبوط، الاي سيكشن يعني مع ذلك اللي هو عباره عن ايه، اي قطاع اي سيكشن مكون من ويب بليت وابر فلانج ولور فلانج اسمه بليت جير. التراس بريدجز طبعا احنا كلنا فاهمينه، اللي هو مكون من ابر كورد لور كورد وفيرتيكال وديجونالز. ده بالنسبه للكونستراكشن بتاع المين جيردرز اللي هي الكمر الرئيسي اللي شايل الكوبري بتاعي. برضه لو صنفنا الكباري ريليتد للستاتيكال سيستم بتاع المين جيردر، بيبقى عندي يا اما سيمبل بريدجز سمبل بليت جيردر او سمبل بريدجز، سواء كان بليت جيردر او تراس جيردر. والبليت جيردر السمبل دي بناخدها احنا كديزاينر في السبانز لغايه 30 40 متر، وفي التراس بريدجز بناخدها من السبانز من 40 لغايه 60 متر. لو جه عندك مثلا فرض ان طلب منك او الكروسنج بتاع المجرى المائي بقى بدل 40 متر ولا 50 متر كان عندك 150 متر، 150 متر، فانت هتفكر دايركت على طول انك تحول الكوبري من سيمبل الى كونتينوس جيردر، وبالتالي بامكانك انك تعمل كونتينوس تو سبان 3 سبان. دايما يا جماعه لما بنعمل كروسنج لمجرى مائي دايما ريكومندد 3 سبان. ليه؟ عشان دايما النافيجيشن ريكويرمنتس او السفن تعدي بتوين التو انترميديت سبورتس. لكن انت عارفين طبعا ان عمق المايه في المنتصف بيكون اكبر حاجه، فهي دايما ريكومندد انك انت تعملها 3 سبان، وبالتالي ساعتها السفن هتعدي بقى بتوين ايه؟ بتوين التو سبورتس اللي في المنتصف. طيب سؤال دلوقتي، لو انا عندي 3 سبان اخد الثلاثه سبان ايكوال بعض ولا اغير السبانز؟ دايما بناخد السبان في المنتصف اكتر من الطرفين. ليه يا باشمهندسين بقى؟ ده سؤال استراكشر بحت طبعا، يعني عشان اقلل الدبس يا دكتور. يعني ايه اقلل الدبس؟ يعني انا كل لما يعني السبان بتاعي هيقل الدبس اصلا بتاع التراس من اعلى نقطه لاخر نقطه هتبقى قليله. تمام. طب دلوقتي يا باشمهندس انا عندي كوبري، عندي مجرى مائي عرضه 150 متر، سليم؟ تمام. انا سؤالي اخد الثلاثة سبان 50 50 50 ولا اخدهم 40 وفي النص ازودها 70 40؟ في النص اخد اقل سبان، لان الميه دبس الميه في الاطراف بيبقى قليل، انما في الوسط بيبقى عالي،
فلو في اي حركة لا لا سفن اصل انا لا بس انا سؤالي على السيستم يعني انا افضل عشان structure wise عشان للجيردر يا باشمهندس، ما بتكلمش بصراحة المية، انت دخلت في المية فعلا فانت هتصغر دبس الكاميرا عشان المية بس. طب مش مشكلة الستراكشر بتاعنا معايا يا باشمهندس؟ احنا عندنا انا بتكلم من سؤال ستراكشر بحت بصراحة يعني. لو انا خدت عشان المومنت عشان المومنت المومنت مظبوط يا باشمهندس، زمايلك قالوهم كلهم عشان المومنت. مال المومنت بقى لما ناخد 3 ايكوال ايه اللي يحصل، ولما اخد 40 70 40 ايه اللي يحصل؟ لو خدت الثلاثة ايكوال هيكون عندي نيجاتيف مومنت في التو سبورتس كبير قوي، ايوه فكده هي ممكن المومنت يقلب على الكاميرا كلها يكون نيجاتيف. بالنسبه للاسبان اللي في النص صح؟ تمام. تمام. ولما اخد اللي في النص اكبر بيفيدني في ايه؟ المومنت هيصغر على الجنبين التانيين. مظبوط. لما المومنت صح طبعا اكيد هو السؤال ده دايما بالذات الطلبه الدكتوراه مش عارف يعرفوا يجاوبوا بسهوله خالص. اللي انتوا اتعلمتوا الحاجات دي كلها في الاستراكشر كويس. لما باخد الاسبان في الجنبين اصغر من المنتصف كده النيجاتيف مومنت اللي في تاني سبورت بيقرب من البوزيتيف مومنت بتاع اول سبورت والبوزيتيف بتاع تاني سبورت كذلك. لكن لو انا خدت كونتينوس ثلاثه ايكوال سبانز زي بعض، النيجاتيف مومنت بتاع تاني سبورت هيبقى عالي جدا، البوزيتيف بتاع تاني سبورت ممكن يبقى بوزيتيف صغير جدا او نيجاتيف، وبالتالي يبقى انا ما استفدتش بدبس الكاميرا الحديد بتاعتي. خلي بالك ان احنا بنعمل ديزاين لستيل بريدجز مش كونكريت جيردر، ممكن احط حديد اغير حديد تسليح ديبند على الفاليوز بتاعت البيني مومنت. واحد يقول لي طب يعني احنا هنا مش ممكن اغير على حسب المومنت؟ ممكن طبعا، بس انا ايه اللي يخليني ما اعيدش توزيع الانترميديت سبورتس بتاعتي بحيث ان انا اقلل النيجاتيف مومنت؟ لو انا استطيع ان انا اقلل النيجاتيف مومنت واوزع البوزيتيف مومنت تبقى قريبه من النيجاتيف، ده بيكون افضل. وبالتالي فعلا بناخد السبورتس في الاطراف حوالي 0.7 الانترميديت سبورت، ده بيتيح لي بالفعل ان انا اقرب النيجاتيف مومنت من اول بوزيتيف مومنت. وبالتالي ساعتها لو انت خدت الفلانجز ايكوال بعض في البوزيتيف والنيجاتيف، اقصد الابر فلانج واللور فلانج في الستيل، فكده يبقى انت عندك الكاميرا بتاعتك بقت مور ايكونوميك. طيب احنا عندنا دلوقتي كاميرا كونتينوس تحت برضو هنا، ده تراس. التراس انا بامكاني برضو انا راسم مثلا التراس فاريبل ديبس، ممكن اخده كونستانت ديبس وممكن اخده فاريبل ديبس ديبند على شكل البيندنج مومنت. يعني اجي عند النيجاتيف مومنت ازود الديبس، ولما اروح ناحيه البوزيتيف مومنت اقل الديبس، وده برضو بيدي ناحيه شكل جمالي نوعا ما للتراس افضل من الايه؟ من الستريب بريدجز. حد يقدر يقول لي ايه عيب الكونتينوس جيردرز او المنشات الاستاتيك الان ديترمنت بوجه عام؟ طيب يعني لسه السؤال بتاعه تانية، لو انا عندي لو عندي كونتينوس جيردر وعندي السويل نفسها ويك سويل، ايه اللي ممكن يتولد في الجيردر دي نتيجه ان انا عندي ويك سويل؟ الهبوط. ايوه انت عارف اللي مصمم عليه يا دكتور. مظبوط الديفرنشال سيتلمنت. هي بقى النقطه هنا نقطه مهمه جدا، عايز اتكلم على حاجتين. مش عارف انا احاول افتح كده الوايت بورد معاكم يا باشمهندسين ثانيه واحده كده. مش هنسين الوايت بورد فتحت قصادكم ولا مش باينه؟ لا يا دكتور. ها؟ لا مش باينه. متأكدين؟ اه
طب ثانية واحدة هفتحها تاني. ظهر كده يا دكتور؟ لا لا، دي ظهرت عندي واختفت تاني. هي بتحمل عندنا دلوقتي. اه ما هو نفس الكلام، بتظهر وتختفي في نفس الوقت. لا ظهرت، اه اختفت. الزهرة مش منسين؟ لا لا يا دكتور، هي دلوقتي ظهر عندنا، مش ظهر عندنا. يعني انتوا مش شايفين وايت بورد دلوقتي قصادكم يعني؟ لا مش ظهر عندنا يا دكتور. يعني اقفل دكتور معلش الدعوة، اعمل لها شير سكرين تاني هتظهر. لا ما انا بدوس على الزرار من فوق اللي هو بتاع شير سكرين وبختار الوايت بورد. انا لسه عاملها في محاضره امبارح وظهر. اه طب ممكن نعملها ببرنامج بينت مثلا، نعمله شير سكرين. اه ممكن اعملها بينت براش بس كان. طب ثانيه واحده، هي ظهرت عندي. ما انا ده مش فاهمه، انا امبارح في محاضره امبارح ظهرت عند الجميع، مش عارف عندكم ما ظهرتش ليه بصراحه. ظهرت عندي يا دكتور. طب ثانيه، طب اعمل ايه؟ طيب انا كل لما بتظهر عندي بتقولي مش ظاهره عندكم، ولما بخرج تقولي لي ظهرت. طيب هي لسه مش ظاهره. طب بص انا هعمل حاجه تانية، هعمل شير سكرين للبينت، برنامج بينت براش، وبعد كده نشوف بقى موضوع الوايت بورد فيه ايه مشكله فيه. ظهر الشاشه دلوقتي عندكم شاشه بيضاء يا باشمهندسين؟ اه يا دكتور. اه تمام. طب خلينا في دي، مش لازم الوايت بورد. تمام. طيب دلوقتي لو انا عندي، عايز اتكلم في نقطتين. لو عندي كاميرا سيمبل بيم، دلوقتي عندي كاميرا سيمبل بيم، انت هتاخد السبورت هنجد هنجد ولا هنجد رولر؟ هنجد رولر. اه هنجد رولر. ليه يا باشمهندسين؟ عشان تبقى ديزاين القوة الافقية، لو في قوة افقية جت ولا حاجة، عشان تبقى عشان تبقى ديترمنت. مش عشان تبقى ديترمنت بس، في حاجة أساسية. إيه تاني؟ عشان لو حصل عشان ما يحصل تمدد أو انكماش. أيوه أيوه صح كده صح كده. إحنا عندنا المفروض حاجة اتعلمناها اللي هو الكباري، عندنا الكود المصري بيقول لازم تتصمم على يونيفورم change of temperature plus or minus 30 درجة. وبالتالي أنا أريد دلوقتي لو عندي حصل الحرارة دلوقتي بقت هنا مثلا، الحرارة بقت فوق 30 درجة في المنشأ بتاعتي وتحت بقت 30 درجة. انا اوريدي ركبت المنشا مثلا في درجه حراره 20، وبعد كده في العز الحر وصلت ل 50، 50 ناقص 20 فيها 30 درجه. وبالتالي انت المفروض تصمم الكاميرا دي على يونيفورم تشينج اوف تمبريتش 30 درجه. اتعلمنا دلتا تي بتساوي كام يا باشمهندسين؟ ها حد فاكر؟ دلتا تي او دلتا نفسها بيساوي ايه؟ تي واحد ناقص تي اتنين، اللي هي اكبر تي ناقص اصغر تي. لا انا بتكلم لو قلت لك الحراره 30 درجه وسالتك الدلتا اللي الرولر هيتحرك بيها كام؟ تقول لي الدلتا بكام؟ ما خدتوش التشينج اوف تمبريتشر على الفريمز يا باشمهندسين؟ لا دكتور. لا ما درستوهاش؟ لا لا، بيبقى الفا في دلتا تي في ال. شفتوا العلاقه دي قبل كده؟ لا يا دكتور. دلتا دي اللي هي الايه؟ الحركه الافقيه اللي بتحصل من الرولر سبورت، دي دلتا تمبريتشر دلتا تي.
دلتا تي دي بتساوي الفا. الفا ده عباره عن ايه؟ معامل التمدد. قيمته كام؟ موجود في الكود المصري للستيل 1.2 في 10 اس ناقص 5. دلتا تي بكام عندنا هنا؟ الكود المصري بيقول لك المفروض تعمل يونيفورم تشينج كام؟ 30 درجه. ال بكام عندنا؟ ال هي الاسبان، اسبان الكوبري بتاعك نفسه. والله ممكن الكوبري بتاعك يبقى اسبانه 20 متر، سي مثلا الكوبري اسبانه مثلا 25 متر. فترة ما تضرب بقى 25 متر يعني حوالي 25000 سنتي او 5 او 2500 سنتي. تضرب 10 اس 5 في 30 سنتي في 30 درجه في 2500 يديك دلتا تي. سي دلتا تي طلعت مثلا ب 1 سنتي مثلا. لو واحد من المهندسين عملها هنجد هنجد ايه اللي هيحصل؟ مش هنسي ايه اللي هيحصل؟ انه هيمنع السنتي ده انه يتمدد. لما يمنع السنتي يتمدد يتولد ايه في الكاميرا بتاعتي؟ يتولد كومبريشن في الكاميرا. يتولد كومبريشن صح. قيمته كام؟ دي بقى كلنا خدناها في استراكشر تانية. دي بقى كام بقى؟ قيمه التمدد. لا كام كامل الاستراكشر؟ كام استراكشر وايز الفورس تبقى كام؟ مش احنا خدنا الاستيفنس؟ كيف الدلتا؟ كيف الدلتا؟ ايوه كيف الدلتا؟ كي كام بقى هنا؟ لا مش معقوله. هو انت دفعه مش شاطره ولا ايه؟ ده دايما طلبه رابعه بتجاوب السؤال ده على طول. على حسب على حسب الممبر بتاعنا ده ايه يا جماعه؟ ايه ايه على ال في دلتا يا جماعه؟ الاكسل ستيفنس واحده بصوره مستمره قيمتها اي ايه على ال. الاكسل ستيفنس المفروض كنا درسناها دي اعتقد، مش فاكر بندرسوها في ثانيه ولا في ثالثه. الستيفنس اي ايه على ال اللي هو الكي، الستيفنس بتاعت الاكسل فورس في دلتا. واحد يقول لي طب ما هي دلتا ده 1 سم رقم صغير جدا. هقول لك لا، بص بقى الكباري القطاع بتاع المين جيردر قطاع ضخم قوي، ممكن تلاقي الاريا بتاعته مثلا 500 سم 600 سم. فلما تضرب اللانجست مودلس اللي هو 2100 في 500 وتقسمه على ال وتضربه في الدلتا، ممكن تلاقي ان هم فورس طلعت لك مثلا 400 طن. فمهندس يخطا مثلا ويعملها هنجد هنجد، فبيولد مع اليونيفورم تشينج اوف تمبريتشر اكسيال فورس عاليه جدا، في حين ان هو مش محتاج يعني الكود. لو انت فتحت الكود الكباري بتاعنا الاي سي دي بصراحه مكتوبه هي صراحه بيقول لازم الديزاينر يعمل ريليز للحركه الناتجه من التشينج اوف تمبريتشر عشان ما يولدش اكسيال فورس في الكاميرا وياخدها في الاعتبار في الايه في الديزاين. النقطه دي واضحه يا باشمهندسين صح؟ تمام يا دكتور. تمام طيب بالنسبه للكونتينوس، انا سؤال انا سالته من شويه يعني انا عندي لو نفس الكاميرا دي بس كونتينوس دلوقتي ايه هعمل فيها ايه بالنسبه عشان امنع ديفرنشال سيتلمنت بقى، او هعمل ايه عشان اخد ديفرنشال سيتلمنت في الاعتبار؟ طبعا هو اول حاجه لما تبقى عندي كاميرا كونتينوس بحاول على قد ما اقدر اخلي احدى السبورتات هي اللي هنجد واخلي بقيه السبورتات ايه رولر، تسمح بالايه تسمح بالحركه، وبالتالي كده اي بريكنج فورس هتتولد في الكوبري، اي قوه فرامل هتروح على هنجد سبورت فقط لا غير، اي تشينج اوف تمبريتشر هتروح على هنجد سبورت وبقيه السبورتات تبقى رولر. طيب انا قلت من شويه ان ممكن يحصل ديفرنشال سيتلمنت. طيب هفترض دلوقتي ان السبورت الاولاني ده نزل ملي والسبورت الثاني ده نزل لتحت كده قيمه سيتلمنت 5 ملي. حد يقدر يقول لي ايه الفورس اللي هتولد في الكاميرا بتاعتي مثلا ده 5 ملي؟ ها يتولد مومنت على ال مظبوط، هيتولد مود. برافو عليك يا فرانس. يعني طبعا هنا ده نزل ملي ده نزل 5 ملي، وبالتالي في فرق في السيتلمنت بتوين السبورت بعضها لبعض، يولد لك على طول هنا مومنت عند السبورتس. المومنت دي حد يقدر يقول قيمتها كام يا فرانس طبقا الاستيفنس اللي احنا اتعلمناها؟ 6 اي اي على ال تقريبا. مظبوط 6 اي اي مظبوط على كام؟ على الاسبان تقريبا. على ال سكوير في ايه؟
السكوير كده. مش انتوا خدتوا الستيفنس خدتوا الحاجات دي عشان نسيف الاستراكشر ولا ما بقاش يتدرس دلوقتي؟ لا خدناها بس اللي هو لسه مسخن كده اول السنه. تمام. وبالتالي انا دلوقتي هيبقى عندي مشكله يا باشمهندسين دلوقتي في الديفرنشال ستيتمنت. طب انا دلوقتي لو بعمل كونتينوس جيردر انا مضطر ان انا اعمل كونتينوس جيردر دلوقتي عشان عندي الكروسنج بتاع المجرى المائي بتاعي 150 متر، فعملته 40 متر، خدت هنا 40 متر، خدت هنا 70 متر، خدت هنا 40 متر، فانا مضطر اعمل كونتينوس. ايه الحل عشان الغي السترينج اكشنز الناتجه من الديفرنشال ستيتمنت؟ خليها سيمبل، كل باكيه سيمبل. تمام. طب بص يا باشمهندس، هو انا طبعا لو خليتها سيمبل في كل باكيه ايه اللي هيحصل؟ ان انا عندي السبان نفسه كبير. يعني انا ايه اللي خلاني عملتها كونتينوس؟ ان انا ال 70 متر دي لو فاكر في اول سلايد في قلنا السيمبل بيم بنعمله في البليد جيردر لغايه سبان كام؟ حد فاكر السلايد الاولاني خالص؟ قلنا من 30 ل 40 متر مظبوط؟ فدلوقتي دي 70 متر. الباشمهندس دلوقتي بيقول لي حلها اعملها 3 سيمبل بيمز. فلما حاجه اعمل ال 70 متر سيمبل بيم هيطلع لي الجردر دي ان ايكونوميك. طبعا ما فيش حاجه ما تنفعش تصميمها، لكن انا هفضل ازود في ديبس الويب وهفضل ازود في الاريا بتاعت الفلانجز لغايه ما سايف الكاميرا على 70 متر، فهينتج عنها وزن اون ويب بتاع الكاميرا ضخم جدا، وبالتالي انا كده كديزاينر بعتبر ديزاين ان ايكونوميك، وده ما يعتبرش نجاح للمهندس. نحل ازاي المشكله ان احنا نخليها كونتينوس وفي نفس الوقت نخلي الاستراكشر ستاتيكالي ديتيرمنت ونحوله من ان ديتيرمنت الى ديتيرمنت؟ ممكن نستخدم انترميديت هنج. نعم ممكن نستخدم انترميديت هنج. مظبوط صح. صح لو خلاص الباشمهندسين قالوها كده ايه زي الباشمهندس والباشمهندس قالها. يعني انا عندي لو رسمنا نيجاتيف مومنت اهو، ده النيجاتيف مومنت بتاع كونتينوس جيردر. زي قلنا المفروض الاسبان اللي في النص هو الكبير اهو، وبالتالي كده عملنا ايه؟ نيجي نحول المنشا ده عشان الغي المومنت ده والغي الديفرنشال المومنت بتاعت نتيجه الديفرنشال سيتلمنت، هقوم انا عامل هنا انترميديت هنجز صريحه. هعمل انترميديت هنجز صريحه قريبه من ايه يا باشمهندسين؟ قريبه من منطقه زيرو مومنت. طبعا انا عارف واحد هيقول لي طيب هختارها ازاي؟ طبعا دايما احنا بنختارها بصراحه من كيس ديد ولايف، لان انا عملت كيس فلودنج الانترميديت هنجز هتقعد تتحرك، فبشوف الكيس الغالبه اللي هي ميلي ديد ولايف وبختار الانترميديت هنجز اللي بتبقى تقريبا الاسبان على 5 تقريبا، يعني لان انا عندي قيمه المومنت بتاع الديفرنشال سيتلمنت ده لو عندي فعلا ويك سويل بيبقى قيمته ضخمه جدا لنفس السبب. ايه هو؟ ان الانرشيا نفسها دي كبيره قوي بتاع الكاميرا، بتلاقي انرشيا مين جدر في الكباري بتوصل لاكثر من 10 اس 6 سنتيمتر اس 4، انرشيا كبيره جدا لان انا عندي احمال تراكس بتمشي فوق كوبري 60 طن و40 طن و20 طن مع احمال عربيات صغيره كتيره جدا، فده بيؤدي الى ان المومنت كبير، القطاع كبير، الانرشيا بتاعته كبيره. ففرق الديفرنشال ستيتمنت بالرغم ان هو 5 مللي رقم بسيط، لكن الاقي ان المومنت اللي اتولد على الكاميرا ممكن يقرب انه يكون اكبر من المومنت بتاع الديد لود بتاع البلاطه الخرسانه مع الستيل ستراكشر نفسه. وبالتالي وجود الانترميديت هنجز حول الاستراكشر الى ستاتيكالي ديتيرمنت، وبالتالي يبقى انا كده خلاص لغيت مشكله الايه الديفرنشال ستيتمنت. طيب واحد يقول لي ازاي نعمل الكونكشن دي بالمناسبه صحيح؟ حد فكر قبل كده ازاي يعمل انترميديت هنجز في الحقيقه سواء كان في الخرسانه او في الستيل؟ البلاطه اللي بيبقى فاصل ما بينهم وبيبقى في بلاطه معموله حرف ال على الثانيه كده، اللي هم الاثنين يعني داخلين في بعض كده صح؟ مظبوط صح. مثلا مش فاهم اسمها بالظبط كده. انا باجي هنا بيبقى عندي الكاميرا، استنى همسح بس المومنت ده، وما فيش طريقه للمسح اسرع من كده. في سايز اللي جنب الكولر، مش في هنا سايز جنب الكولر فوق؟ ممكن بعد ما حركت خلص تدوس كنترول زد كتير. طب خلاص مش مشكله بقى.
انا افتكرت اصل الوايت بورد الاستيكة بتاعته بتمسح السطر في ثواني، لكن البنت براش ده بطيء جدا جدا يعني. كحركة تخش فايل نيو فايل في جنب اللون. انا ما كنتش عايز اعمل نيو فايل زي المرة اللي فاتت، ما انا عملت نيو فايل عشان الرسم بيع عشان نشوف مع بعض الشكل المومنت قصاد عينينا بس. طب تمام خلاص انا مسحتها خلاص اهو. بص يا باشمهندسين، انا دلوقتي الباشمهندس قال لنا فعلا ان احنا نفصل الكاميرا عند الانترميديت هينجز ازاي بقى. اه لو جيت بصيت هنا اهو، ادي التوب فلانج بتاعت الكاميرا بتاعتي، وبعد كده عندي هنا الويب وده اللور فلانج، وعندي هنا ادي اول سبورت اهو من على الشمال، وبعد كده ده تاني سبورت اهو، بعد كده بنيجي بقى هنا نقوم عاملين ايه، نقوم قاطعين الكاميرا كده ونحط هنا ستيفنر رأسي ونطلع جزء منها بنص الدبس ونعمل العكس في الناحية التانية. عارف حاجة الرسمة باينة عندك يا باشمهندسين صح؟ اه يا دكتور تمام. تمام اوكي. طبعا دي منطقة تركز اجهادات، فلازم نحط ستيفنرز، والدبس كان دبسه مثلا هنا متر نزل هنا 50 سنتي، فبنقعد نغير سماكة الويب في الدبس القليل. وبعد باجي هنا بقى بعمل هنا بولتد كونكشن صريحة بقى، هنا احط بقى مسمار 2 3 واتيفر، هنا بقى بربط الاثنين ببعض. دي تنقل ايه بقى؟ ايه الكونكشن دي عشان سين تنقل مومنت؟ لا ما تنقلش مومنت. ليه الكونكشن دي ما تنقلش مومنت؟ حد يقدر يقول لي؟ عشان هي يعتبر سبيس. عشان ايه؟ الاستيفنس بتاعتها. لا يعني لا عشان ليه؟ هي مسموح فيها بالدوران يا دكتور. مسموح فيها بالدوران. لا في حاجه اساسيه اتعلمناها عشان الفلانجه مش متوصله مع الفلانجه من فوق. بس كده خلاص. او الباشمهندس قال اهو، الباشمهندس قال سليم كده. باشمهندسين دايما اتعلمنا في سنه ثالثه حاجه، اللي بينقل البيندنج مومنت في السي ستراكشر فلانجز ميلي. الفلانجز بيبقى فيها حوالي 85% 90% من الانرشيا بتاعت القطاع. انا هنا عملت ايه؟ قطعت الفلانجه اليمين بالفلانجه الشمال، وقطعت اللور فلانجه اليمين باللور فلانجه الشمال، كده خلاص انا فصلت خالص الكاميرتين عن بعض. وبرده في مهندس قال لي اقل من شويه انا ممكن اعمل هنج صريح هنا، يعني ممكن احط هنا بليت على فكره واعمل له ابر كيرفيتشرز بحيث اسمح كمان بالدوران، وبالتالي كده بتبقى هنجت صريحه. لكن دي هتنقل ايه بقى؟ هتنقل ممكن نورمال فورس وشير، يعني ممكن تنقل لي كده اي شير فورس راسي واي نورمال فورس افقي يجي على الايه، يجي في الكوبري بتاعي. طب معلش يا دكتور ممكن بس يعني تنحي التاريخ عشان ما فهمتهاش، انا اسف. بص لا مش مشكله خالص. بص انا دلوقتي عندي هنا الكاميرا الكونتينوس بيبقى عندي نيجاتيف مومنت فوق السبورت، وبعد كده المومنت على مسافه تقريبا خمس الاسبان اللي في النص بيبقى المومنت بصفر تقريبا. فعندي النقطه زيرو مومنت، انا هستخدم انترميديت هنجز عشان لو حصل ديفرنشال سيتلمنت الاستراكشر بتاعي ساعتها هيبقى ستاتيكالي ديتيرمنت، والاستاتيكالي ديتيرمنت استراكشر المومنت المتولد اللي بيتولد من ديفرنشال سيتلمنت بيبقى صفر، ما بيبقاش عندي ادنى مشكله خالص. لان لو سيمبل بيم حصل فرق في الديفرنشال سيتلمنت ما بيتولدش اي سترينج اكشنز في الكاميرا، بيتولد فقط في الاستراكشرز اللي هي ستاتيكال انديتيرمنت. فاحنا عشان نخلي النقطه دي انترميديت هنج صريحه وما تنقلش نيجاتيف مومنت، لازم اقطع اتصال الفلانج ببعضها البعض. يعني الكاميرا اللي على اليمين دي، الكاميرا دي الفلانج بتاعتها ما تتوصلش بالكاميرا الفلانج اللي على شمالها ديت. فجيت هنا عملت ايه؟ الابر فلانج جيت قطعت قبلها وسبت جاب هنا مسافه هي افقيه هي دي تورنس للتركيب بنسبها حوالي 20 مللي. فانا قطعت الايه؟ قطعت الكاميرا ومنعت اتصال الفلانج اليمين بالفلانج الشمال. ونفس الكلام بالنسبه لتحت، منعت اتصال الفلانج اليمين بالفلانج الشمال. منعت اتصال الكاميرا بعضها الفلانجز بعضها البعض، يبقى انا منعت انتقال البيندنج مومنت.
معنى ان النقطه دي ما تنقلش بيندنج مومنت ونقطه داخل السبان بتاع البيم بتاعتي، يبقى انا اكني عملت انترميديت هنجز، اكني عملت ايه انترميديت هنجز. وعشان اسمح بالدوران قلت ان انا ممكن احط بليت بينهم، والابر سيرفيس على البليت ده يبقى كيرفت عشان كمان اسمح بالايه، اسمح بالروتيشن بتاع الكاميرا دي. اكني عملت بالظبط فلوتنج باي، عملت كاميرا وذ كانتليفر ومن الناحيه الثانيه كاميرا وذ كانتليفرز، وفي النص فلوتنج باي بتوين الايه التو دبل كانتليفرز اليمين والشمال. النقطه واضحه يا باشمهندس؟ ايوه دكتور شكرا. تمام. حد عنده اي سؤال يا جماعه في الجزئيه ديت؟ طيب نرجع بقى للمحاضره بتاعتنا، لان احنا طولنا قوي في الحته ديت. بس وبالتالي يبقى انا كديزاينر استخدم انترميديت هنجز عشان الغي الديفرنشال سيتلمنت. طيب طلب منك انت كديزاينر انك تعمل كوبري سبان و150 متر وداوت انترميديت سبورت، هتعمل ايه؟ يعني عايز فري سبان 150 متر، ساعتها طبعا لازم تفكر في الحلول اللي مش تراديشنال بقى، اللي هي اول حاجه بامكانك انك تعمله ايه؟ ارش بريدج. الارش بريدج بيستحمل سبانز من اول مثلا 80 ل 150 متر. ممكن استخدم 2 هنجد ارش، ممكن استخدم 3 هنجد ارش، ممكن استخدم فيكسد ارش، ممكن استخدم 3 كورد ارش سيستم. 3 كورد سيستم ان انا عندي المين جردر الافقيه، سواء كانت بتبقى عباره عن بليت جردر، يعني الخط الافقي ده هو البليت جردر بتاعتي، او ترس. وبعد كده نعم، هو انا بس ظاهر عندي البورد مش السلايدز، مش عارف عندي بس ولا عندي كله. انا عندي البورد برضه يا دكتور، وانا عندي البورد برضه. طب تمام تمام. طب ثانيه واحده هعمل شيرينج تاني. مش هنسينا البرزنتيشن ظهرت دلوقتي؟ يا دكتور تمام. ده حتى انشغل خلاص تقريبا. اعمل ميوت هنا كلنا بقى. دكتور احنا مش سامعينك يا دكتور. دكتور صوت حضرتك مش واضح. دكتور افتح المايك بتاع حضرتك. دكتور عامل ميوت يا جماعه ثانيه. اعتقد دلوقتي الصوت سامعيني كويس دلوقتي مش هنسين صح؟ هو تمام يا دكتور. كده صوت حضرتك موجود بس البورد رجع تاني. تمام. طيب انا كنت بقول من شويه ان انا ممكن اعمل 3 كورد سيستم، ان انا استخدم اوريدي الكاميرا البليت جيردر نفسها هي كونتينوس جيردرز سبانها اي نعم 150 متر بس بتعلقها من مجموعه هانجرز. الهانجرز ديت بتقسم الكاميرا الى مجموعه سمول سبانز، يعني مثلا 150 متر ممكن اقسمها مثلا ل 10 مسافات 15 متر السبيسنج بتوين الهانجرز مثلا. بعد كده الهانجرز تطلع فوق دي تتشال على الارش تراس الفوقاني، او يبقى سيستم زي اللي على يمينه ده، يبقى الجيردر نفسها عباره عن تراس
وفي اوريدي مجموعه هانجرز متعلقه على الايه على الارش بوكس جيردر الفوقانيه ديت. كل دي مجموعه سيستم ممكن المهندس يلجا لها مع الاسبانز الكبيره. الاسبانز دي عاده لغايه 150 متر. طب لو طلب منك سبان مثلا 250 300 متر 400 متر فري سبان، ايه السيستم المناسب؟ ساعتها هتضطر تستخدم السسبنشن بريدجز او الكيبل ستيت بريدجز. الكيبل ستيت بريدج والسسبنشن بريدجز دي عاده المتوسط الاسبانز بتاعتها بتبقى فرينج اللي هي من 150 ل 400 متر. طبعا الكيبل ستيت بريدجز او السسبنشنز بتعتمد على ان انا اوريدي بعمل بوليجونز خرسانه سبورت راسي في المنتصف او عباره عن اثنين بينهم البحر الرئيسي او الاسبان الرئيسي. هو السلايد مش باين عندك؟ لا باين. بيتقلب بيتقلب بس البوت بيتقلب. نعم دلوقتي احنا بنطلع نفسه في ستيل بريدج صح؟ دكتور في صوت يا دكتور. في الصب بريدج. هو لا انا 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 لغايه دلوقتي انا انا عايز افهم هو اللي باين عندكم دلوقتي السسبنشن بريدج ولا سلايد تاني؟ لا سسبنشن بريدج. هم لا اصل في حد بيقول لي السلايد مش مفتوح. باشمهندس اللي كان بيقول السلايد مش باين عنده. هل انت السلايد باين عندك؟ لا انا مش باين ان هو مفتوح اصلا. انا مش فاهم مش فاهم يعني السلايد باين ولا مش باين؟ هو ممكن يخرج ويدخل تاني يا دكتور غالبا المشكله عنده هو. هو باين عند الكل يا باشا. والله عندنا تمام يا دكتور. باين عندنا ظاهر تمام. ها نكمل يا باشمهندسين؟ دكتور معلش بس في صوت زن جنب حضرتك لو حضرتك تعرف تبعد عن صوت. ده 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 صوت شنيور تقريبا بره عن مش عندنا. انا سامعه ملغوش ملغوش شويه على صوت حضرتك يعني. ما انا هحاول اعلي صوته شويه يا باشمهندس بس انا مش عارف مش عارف اسكته يعني اللي مش عندنا يعني. طيب احنا وصلنا دلوقتي ان انا لو الاسبان زاد قوي وصل لغايه 400 متر 500 متر فبلجا ساعتها للكيبل ستيت بريدجز والسسبنشن بريدجز. كلنا عارفين ان الكيبل ستيت بريدجز بيبقى عباره عن هنا كيبل بياخد شكل الكيرف كده ومجموعه فيرتيكال هانجرز بتمسك بتقسم لي الكاميرا نفسها الطوليه الى مجموعه ايه شورت سبانز. بتبقى شورت سبانز دي حوالي من 10 الى 20 متر. طبعا الشكل ده مجرد انديكيشنز لكن عدد التايز الرأسيه او عدد الكيبلز المايله دي بيكون عدد ضخم جدا بحيث يقسم ال 400 متر دي بقى الى مجموعه سبانز 10 15 ايه 15 متر. والعيب الرئيسي اللي في الكيبل ستيت بريدج والسسبنشن بريدج الريلاكسيشنز اللي بتحصل للكيبلز. لو حصل ريلاكسيشنز للكيبلز بيؤدي الى زياده السترينج اكشنز في اللينجوتيدنال من جيردرز. فده بيؤدي ان لازم جميع الكيبلز دي تبقى متوصله بيها سترينجيجز وبتكون متوصله بمونيتورز وبيتم مراقبتها 24 ساعه ديلي. يعني لازم بصوره مستمره ابدا اراقب الحركه نفسها بتاعه الكوبري. اي زياده في الديفورميشنز بتاعه اي كيبل لازم ارجع تاني اتحكم واشده لان ده هيؤدي الى زياده السترينج اكشنز في الكاميرا الرئيسيه. حد عنده خلفيه اكبر سبان في العالم موجود فين دلوقتي يا باشمهندسين في الكباري؟ تحيا مصر. عندنا في مصر يا دكتور تحيا كوبري تحيا مصر. لا لا مفيش لا لا ده اللي في مصر هنا اللي خلص من سنتين ده اكبر ويتس. انا بقول لك اكبر سبان. اكبر سبان في الصين. وبص هو اكبر سبان من 12 سنه فاتوا كانوا موجود كان موجود في الدنمارك. كان سبان الكوبري الفري سبان بين التو بوليجونز دولت كان عباره عن 940 متر. طبعا 940 متر ده كان رقم ضخم جدا لغايه الصين مؤخرا من حوالي 10 سنين تم افتتاح اكبر سبان في العالم كله اللي هو معدي الواحد كيلو يعني معدي ال 1000 متر. طبعا هو انا ما بحتاجش عشان نافيجيشن ريكويرمنتس 1000 متر بس هي مجرد تشالنج موجوده في بعض الايه في بعض الدول. برضو بالنسبه للكلاسيفيكيشن اكوردنج لمكان الفلور بيمز احنا عندنا دايما بنصنف الكباري الى ديك بريدج او سيمي ديك بريدج او بوني بريدج. لو انا اوريدي عندي البلاطه الخرسانه موجوده فوق المين جيردرز يعني العربيه وانا ماشي بالعربيه بتاعتي ما بشوفش الاستاتيكال سيستم بتاع الكوبري كله موجود تحت البلاطه الخرسانه ده بيطلق عليه ديك بريدج.
لو انت ماشي بالعربيه بتاعتك كده وشايف يمينك وشمالك الاستاتيكال سيستم، يعني هنا شوف الكروس جيردر هنا اللي شايل البلاطه خرسانه في اسفل نقطه في التومين جيردرز اللي على اليمين والشمال، ده بيطلق عليه بوني بريدج. هنعرف طبعا ليه بنلجا للبوني بريدج. طبعا بنلجا للبوني بريدج ان انا برفع المين جيردر عشان ازود الكلير هايت تحت الكوبري، فدي برضه هتتعرف من ايه، من اللاي اوت. برضه في كلاسيفيكيشنز اكوردنج لي ال عندك سكوير بريدجز ولا سكيو بريدج. لو عندك اوريدي اللونجيتودينال اكسس بتاع الكوبري بيربنديكولار على الابطمنت اللي هو الابطمنت الخرسانه اللي شايله الكوبري في بدايه ونهايه الكوبري، ده بيطلق عليه سكوير بريدجز الزاويه بينهم 90 درجه. ولو عندك الاتجاه الطولي للكوبري في اتجاه سير العربيات مايل على بدايه الكوبري او الابطمنت اللي سبورتنج للكوبري بيطلق عليه ايه، بيطلق عليه سكيو بريدجز. برضو ممكن يبقى عندي ستريت بريدجز الكوبري عندك خط مستقيم، او بيبقى عندك عائق في المنتصف فبتضطر تعمل انت ايه، بتضطر تعمل كيرفد ايه، كيرفد بريدجز. فالكيرفد بريدجز ده الغرض منك انك انت تلف حوالين عائق موجود داخل الايه، داخل المجرى المائي. دي كلها مسميات طبعا احنا هندرس مع بعض من الايه الستريت بريدجز فقط لا غير، مش هناخد الايه، مش هناخد الكيرفد بريدجز. هنطبق الكيرفد بريدجز في اخر ثلاث محاضرات في الترم الثاني على البوكس جيردر، ساعتها البوكس جيردر هتاخده ايه، هتاخده كيرفد، لان كلنا عارفين ان البوكس التورشنال الستيفنس بتاعته عاليه، وفي الكيرفد بريدجز دايما بيتولد ايه، بيتولد تورشن مومنت في الكمر مع البيننج مومنت. برضو الكلاسيفيكيشنز ريليتد للتايب اوف كونستراكشن، بيبقى عندي حاجه اسمها فيكسد بريدجز. فيكسد بريدجز يعني الكوبري ثابت في مكانه ما بيتحركش ما بيلفش، ما اثناء مرور النافيجيشن هو ثابت، وانا عامل حسابي في الكلير هايت تحتيه ان السفن هتعدي تحت الكوبري بتاعي. بيبقى في عندي حاجه ثانيه اسمها موفبل بريدجز. موفبل بريدجز ده معناها اوريدي ان الكاميرا نفسها كان بي روتيت، يعني مثلا المين جيردر هنا سبورت في الشمال وفي اليمين على ابطمنت، وفي النص سبورت على انترميديت بيرز. اثناء مرور السفن الكلير هايت هنا مش كافي، فالمين جيردر نفسها بيحصل لها روتيت هوريزونتالي حوالين فيرتيكال اكسيس، وبالتالي المين جيردر هنا لازم اصممها از دبل كانتليفر اندر اتس اون ويت لما افتح الكوبري، وبالتالي مش هيبقى في عربيات موجوده فوق الكوبري اثناء الفتح لغايه ما السفن تعدي، وبعد كده في الاخر خالص ارجع الكوبري الايه الوضع الطبيعي. طبعا ده موجود برضو في بعض القرى في مصر، وموجود كتير جدا في اوروبا الكباري من النوع دوت اللي هو سوينج ايه، سوينج بريدج. عندنا برضو في حاجه اسمها باسكول بريدج، اللي انا اوريدي المين جيردر بتتكون من تو بارت، وبعد كده برفع كل بارت لوحده طبعا بواسطه موتورز، بحيث ان اسمح بالسفن تعدي، وبعد السفن ما تعدي يرجع الكوبري الايه للوضع الطبيعي بتاعه. واخر طيب في الموفر بريدجز اللي اسمه ليفت بريدج، هو طبعا اللي هو اشهر كوبري موجود في لندن، اللي هو اوريدي بقدر باستخدام موتورز معينه ارفع التراس باكمله، ارفع التراس باكمله كده از وان يونت بتوين التو سبورتس يمين وشمال لغايه ما اسمح بالنافيجيشن ما تمر، وارجع الايه، وارجع التراس تاني لمكانه، واسمح بالعربيات تعدي ايه، تعدي فوقيه. اخر كلاسيفيكيشنز برضو اللي هو اكوردنج للتايم او السيرفيس تايم بتاع الكوبري، دايما بيطلق على بعض الكباري اسمها تمبرال بريدجز، او كباري تاني اسمها بيرمننت بريدجز، يعني كباري مؤقته او كباري دائمه. طبعا المؤقته دي من اللي موجوده في ايه، في الميليتري بريدجز اللي هي في اثناء الحروب ممكن اعمل كوبري مؤقت، او بعمل كوبري عشان اوريدي مشروع محدد هينتهي في فتره زمنيه ما، او طبعا معظم الكباري عندنا في مصر بتكون ايه، بتكون بيرمننت ايه، بيرمننت بريدجز. وهنا قدامكم بعض الموفو بريدجز اهي، ده هو اللي هو روتيت بقى هوريزونتال وايز، ده روتيت فيرتيكال حوالين هوريزونتال اكسيز سواء كانت الصوره اليمين والشمال، وده اللي هو بقى الليفت بريدج اللي هو بيرتفع لايه، لاعلى. ودي بعض الارش بريدجز اهي، كذلك دي بعض الايه، بعض السسبنشنز او الكيبل ستيت ايه، كيبل ستيت بريدجز. طيب احنا دلوقتي فاضل لنا الجزء الثاني من الليكتشرز اللي هي جنرال لاي اوت. طبعا انا بشرح الجنرال لاي اوت، وبرده
بقول للمعيدين ان هو ده التاسك الاساسي اللي هو هيشرحوه بكره في السكشنز يعني. بس انا برضو بفضل ان احنا ناخد خلفيه مع بعض ازاي نرسم جنرال لاي اوت لايه للستيل بليت جيردا بريدجز. البرزنتيشن واضحه يا باشمهندسين بتاع الجنرال لاي اوت؟ ايوه اه تمام يا دكتور. تمام بص يا باشمهندسين دلوقتي هنفترض دلوقتي ان احنا عندنا مجرى مائي اهو قصادنا، وعندك هنا ده منسوب الطريق والعربيه واقفه هنا عند منسوب الطريق وعايزه تعدي من الجزء الشمال ده الى الجزء اليمين، وعندك في النص هنا في مجرى مائي. دكتور نعم؟ السلايد بس بيحصل لها ديلي. تمام كده اتغيري. مش فاهم بيحصل لها ايه يا باشمهندسين؟ مش بتتغير يا دكتور. هي ظاهره بس ما بتتحركش. هي بتاخد وقت على ما تتحرك يعني، ممكن بقى حضرتك تتحرك بس تقعد دقيقه دقيقه ونص ما جاتش يعني دلوقتي اتحركت. اه تمام. طب ممكن تقول لي دلوقتي انتوا شايفين ايه قصادكم؟ السلايد الثاني جنرال لاي اوت اوف روج واي ستيل بليت جيردر بريدجز. اه يعني شايفين الرسم اللي انا بشرحها يعني. تمام خلاص اوكي. طيب انا كنت بقول من شويه ان انا عندي هنا منسوب طريق معين، هنفترض دلوقتي ان منسوب الطريق هنا مثلا سي بلس، ممكن نكتب مع بعض او حد كده يكتب ورايا في ورقه كده عشان نخليه يطرح. لو عندي منسوب الطريق هنا مثلا بلس 25 اوكي. طب مين اللي هيكتب مرانا؟ ممكن كده ابانوب معايا ابانوب؟ باشمهندس ابانوب. ايوه دكتور. ها معاك ورقه وقلم دلوقتي ولا صعب؟ ماشي معاك ورقه وقلم؟ طيب ماشي يا دكتور. طيب لو عندنا منسوب الطريق هنا اكتب مثلا الرود واي ليفل مثلا بلس 25 مظبوط؟ تمام. بعد كده منسوب الهاي ووتر ليفل هنا مثلا كان بلس 8. بلس 8. اوكي. بعد كده النافيجيشن ريكويرمنتس، انت طبعا خاطبت مثلا المختصين بالمجرى المائي وقالوا لك الماكسيمم هايت بتاع اي سفينه بتعدي مثلا نقول 11.5 متر اي حاجه مثلا 11.5 متر، وبالتالي يبقى انت هنا محتاج نافيجيشن ريكويرمنتس 11.5 متر. المفروض انت لما تبني الاستراكشر بتاعك ده الكوبري ما يخشش داخل حرم النافيجيشن ريكويرمنتس. حد يقدر يقول لي بقى من الداتا دي اقصى ارتفاع المنشا بتاعي المفروض يبقى كام؟ 11.5 يبقى 25 ناقص 19.5. مظبوط 25 ناقص 19.5 صح كده، اللي هي هتبقى كام؟ 5.5 اللي هي 5.5 متر. احنا دلوقتي عايزين نعرف دبس الاستراكشر بتاعنا ده كام ريلاتيف للسبان بتاعنا. طبعا انا ما قلتلكش ال بكام، كل ما ال ما هيختلف كل ما الاتش هيختلف. لكن انا دلوقتي هفترض ان انا عندي التوب ليفل ده هو بيمثل لي اعلى نقطه في الاسفلت فوق الكوبري. طبعا الاسفلت يليه بلاطه خرسانه، البلاطه خرسانه يليها مجموعه سكندري بيمز وكروس جيردرز اللي هي متشاله على المين جيردر، وبعد كده المين جيردر دي كلها متشاله على الاباطمنت اليمين وشمال ديت. وبالتالي لازم نعرف الكومبوننتس بتاعت الكوبري، وازاي نعرف نحسب الاتش اكشوال ديت ديبند على الاستاتيكال سيستم اللي احنا فرضناه. معايا شانسين؟ طيب يبقى انا قررت دلوقتي ان انا استخدم مع السبانز القليله هستخدم ستيل بليت جيردر بريدجز اللي هو ابسط حاجه ستيل بليت جيردر بريدجز اللي هو مكون من ايه بقى؟ تعالوا نتعرف على الكومبوننتس الاول عشان نعرف نحسب الاتش اكشوال. الكومبوننتس بتاعت الكوبري مكونه من اتي، اول حاجه سب ستراكشر اللي هو من تحت ده ما لناش علاقه بيه، ده عباره عن تصميم الاباطمنت الخرسانه والانترميديت بيرز والفاونديشنز سواء كانت شالو فاونديشنز او بايلز الى اخره. احنا نركنه مع بعض مش هناخد مع بعض في الكورس، احنا هناخد مع بعض فقط ديزاين السوبر ستراكشر اللي هو الستيل ستراكشر بتاعنا.
فعندنا اول حاجه فوق بيشملها السي ستراكشر اللي هي الاسفلت، يلي الاسفلت البلاطه خرسانه. بعد كده البلاطه خرسانه بتتشال على مجموعه سترينجر سكندري بيمز، السكندري بيمز بتشال على مجموعه كروس جيردرز عرضيه، كروس جيردر بتشال على مجموعه اثنين من جيردر، واحده يمين واحده شمال، والمين جيردر دي متشال على الابطمنت الخرسانه اللونج السبان بتاع الكوبري. وبالتالي لو انا قلت البلاطه الكوبري ابعادها دلوقتي كام في كام، هفترض ان عرض الكوبري بتاعي 10 متر والاسبان بتاعه 30 متر مثلا، 10 في 30 متر. احنا عملنا ايه هنا عشان نشيل البلاطه الخرسانه في ال 10 و 30 متر؟ اول حاجه حطيت مجموعه كروس جيردرز، يعني بعد التومين جيردرز حطينا مجموعه كروس جيردر. كروس جيردر دي بنكررها كل مسافه حوالي من 4 ل 6 متر. كده يبقى انا قسمت البلاطه دي كام في كام يا باشمهندسين بعد ما حطيت الكروس جيردر والتومين جيردرز؟ 10 في 4. مظبوط 10 في 4. طب اصل انا قلت 30 متر الاسبان فهقسمها 30 في 5 في 6 مسافات فبقت 10 في 5. اوكي، اللي هي السبيسنج بين الايه، اللي هي سبيسنج بين الكروس جيردر خدتها 5 متر وخدت 6 مسافات بحيث 5 في 6 تبقى 30 متر. طيب البلاطه دلوقتي الخرسانه بتاعت الكوبري هل اسيبها 5 في 10 من غير سكندري بيمز؟ لا. ليه بقى؟ لان انا عندي هنا تراكس تقيله جدا وبالتالي الاحمال هتبقى ضخمه، وبالتالي عشان انا اصمم بلاطه 5 في 10 ماشي عليها عربيه وزنها 60 طن جنبها عربيه وزنها 40 طن جنبها عربيه وزنها 20 طن اللي هي الاحمال بتاعت الكباري، ده هيؤدي الى ايه؟ ان الاحمال هتبقى ضخمه قوي على الكوبري بتاعي. نعمل ايه ساعتها بقى؟ بنحط مجموعه سكندري بيمز اللي انت اتعلمتها في سنه ثالثه واللي احنا بنسميها في الكباري سترينجر. طب السؤال التالي بقى، انا هنا حاطط واحده 2 3 بحيث اداني اربع مسافات، قلت لك خد المسافه بين الواحده والثانيه من 1.75 ل 2 متر وربع، يعني اكني بخلي البلاطه وان واي في اتجاه السترينجر. دايما كلكم بتسالوا طب ما نشيل واحده من تو سترينجرز دولت ونخلي المسافه بينهم 4 متر بحيث ان البلاطه تبقى مثلا 4 والمسافه بين الكروس جيردر 5 تبقى البلاطه 4 في 5. ايه مشكله ان انا اعمل بلاطه 4 في 5؟ هل فيها مشكله؟ هتبقى تو واي كده، هتبقى تو واي وانا مش محمل، ما عنديش عندنا الناحيه الثانيه، فبالتالي هبقى يعني ملهاش لازمه. فلو ما خليها وان واي وتروح على ناحيه الاعمده اللي هي الناحيه اللي هي الاكتر ستيفنس فلوت كده احسن. يعني انت رايك ان انا لو شلت السترينجر اللي في النص ديت هتبقى تو واي، والتو واي اوحش من الوان واي، ده وجهه نظرك يعني؟ عشان ايه بقى؟ انا ما فهمتش على فكره اجابتك. عشان تروح على الستيفنس العالي، على فكره والاحمال باكملها في النهايه هتروح للمين جيردر، معلش يا هندس، بس هي تسلسل الاحمال هتنتقل ازاي؟ هل اول تروح من البلاطه للسترينجر للكروس جيردر للمين جيردر، ولا اعمل البلاطه تو واي؟ هو على فكره التو واي ده فيه عيب، بس عيب من الناحيه التنفيذيه. ايه هي؟ هو يا دكتور لما تبقى توي انا مش هقدر، يعني هيبقى الاحمال مش منتظمه على المين جيردر فمش هقدر احسبها بالظبط. ثانيا السترينجرز لا انا ما بقى انا ابص قطعها صغير ايه لما يبقى بلاطه 4 تكش الشمس ايه ايوه لا بسمعك بتطلع ديفليكشن كبير اكتر من لما تبقى بلاطه 2 متر وان واي. بص يا باشمهندس، مفيش حاجة اسمها يحصل لها ديفليكشن كبير، في حاجة اسمها ديزاين يا باشمهندس. يعني أنا لو عملت بلاطة 2 في 5 هعمل ديزاين البلاطة الـ 2 في 5 بحيث تبقى سيف البلاطة الخرسانة بتسليحها بالديفليكشن بكل حاجة. لو عملت بلاطة 4 في 5 المفروض هصمم السمك بتاعها وحديد التسليح بتاعها بحيث تبقى سيف بيندنج وسيف حديد تسليح وسيف ديفليكشن. معايا؟ لا، في حاجة احنا اتعلمناها في سنة ثالثة ان احنا بناخد المسافه بين السكندري بيم صغيره، حاجه خاصه بمنشات الستيل ملهاش علاقه بالمينلي بموضوع الاحمال تبقى كبيره ولا صغيره او البلاطه تبقى تخينه ولا رفيعه. لا، في حاجه في ميزه في الستيل عن الكونكريت ستراكشر. ايه الميزه الاساسيه في الستيل على الكونكريت؟ لاترال باكلنج. لا، غير اللاترال باكلنج، ما اللاترال باكلنج موجوده البلاطه موجوده.
لا مش احنا هو هل احنا في الستيل يا باشمهندسين بنستخدم شاترينج؟ بنستخدم شاترينج يا باشمهندسين؟ بنستخدم شداد شدادات عشان نصب البلاطه ولا لا؟ لا لا ازاي هما بنصب البلاطه ازاي يا جماعه في السي ستراكشر يا دكتور؟ بنحط ال في كورجيتد شيت مثلا بيبقى موجود ايوه ونصب عليه الكونسوله. ايوه الباشمهندس قال لي بيكون في ميتال ديك تجاه الشيت دي بيكون ميتال ديك بالزبط. الميتال ديك ده بنحطه ليه بقى؟ لان انا لو عندي هاي رايز بيلدينج يا باشمهندسين مثلا 20 دور وانا هعمل في الهاي رايز زي ما بعمل في المنشات الخرسانيه، لا في منشات الستيل بركب المنشأ الستيل بركب مثلا العمدان والجيردر والسكندري بيمز بتاعت اربع ادوار مره واحده، واقوم حاطط الميتال ديك في كل دور وحاطط فوق الميتال ديك حديد تسليح، وباجي بالبامب اصب البلاطه بتاعت الاربع ادوار في يوم واحد. فده الميزه الاساسيه في الستيل اللي هي السرعه في التنفيذ، ان انا ما بستناش اعمل شده خشبيه او شده معدنيه تحت البلاطه ومصابب البلاطه وبعد كده مستني البلاطه لغايه ما السترينث توصل للثلاث ارباع الاف سي يو بتاعتها، واقوم شايل الشاترنج ومرافع الشاترنج للدور اللي بعديه وابدا اصب الدور اللي بعديه وهكذا. لا انا بستخدم ميتال ديك، واحنا اتعلمنا في ستيل سنه ثالثه الميتال ديك ده بيستحمل سبان قد ايه؟ حد فاكر في البلاطه في البلاطات؟ واحد ونص لاتنين. بيستحمل واحد ونص لاتنين متر في البيلدنجز، لان احنا بناخد تخانات الميتال ديك في البيلدنجز 0.7 ملي، وبناخد دبس الميتال ديك في البيلدنجز من 40 ل 50 ملي. طبعا هنا ما عندناش سبوره بقى عشان اكتب الحاجات دي كلها، يا ريت تكونوا تكتبوا الحاجات دي كلها عشان دي معلومات كويسه ليك انت كديزاينر بعد كده تبقى فاكر الميتال ديك بتستخدمه ازاي. انا باجي في الكباري بستخدم ميتال ديك دبسه من 50 ل 70 ملي، وبعض الاحيان بيوصل ل 80 ملي، وبستخدم تخانه الميتال ديك من 0.7 لغايه 1.5 ملي، من 0.7 ل 1.5 ملي. اقل حاجه بصراحه من استخدامها في الكباري 1 ملي، ده اقل حاجه. فلو انا استخدمت بقى المسافه بين السكندري بيمز 4.5 مش هلاقي ميتال ديك اصلا يشيل الاون ويب بتاع البلاطه الخرسانه دي اثناء صبها، لان الميتال ديك كده هيبقى لازم الستيفنس بتاعته تبقى ضخمه جدا ويبقى سبيشال اوردر بقى. وبالتالي انا بتوجه دايما لاسهل حاجه ان انا استخدم الميتال ديك، وبالتالي لما اجي اصب البلاطه الخرسانه ما بستخدمش الشاترنج تحتها، وبحط الميتال ديك على السكندري بيمز، بحط حديد تسليح الرئتين بتوعي وبصب البلاطه خرسانه من غير اي انترميديت شاترنج. فهو ده السبب الاساسي على فكره، بغض النظر طبعا انتوا فكرتوا من حيث الاحمال، لكن هي اوريدي من حيث الكونستراكشن نفسها هي اسهل ان انا استخدم مجموعه سكندري بيمز زي في البيلدنج اللي انت عملته السنه اللي فاتت بالظبط. اتقال لك السنه اللي فاتت انك تاخد المسافه بين السكندري بيمز 1.5 ل 2، دي مش عشان البلاطه خرسانه، ما هي البلاطه ما ينفعش تبقى تو واي، البلاطه ممكن اصممها تو واي، لكن المشكله لو خدت المسافه 4 متر هلاقي ان الكوست بتاعت الميتال ديك هتعلى جدا، ده لو متواجده اصلا انها تشيل المسافه الكبيره دي كلها. تمام يا باشمهندسين؟ طيب يبقى نرجع للكومبوننتس بتاعت الكوبري. يبقى انا عندي بلاطه خرسانه، البلاطه الخرسانه دي بشيلها على سترينجر، المسافه بين السترينجر والثانيه 1.75 متر 2 متر وربع، كده كده البلاطه عشان اوريدي الميتال ديك تستحمل المسافه ديت. بعد كده اللود هيروح للسترينجر، السترينجر تنقله للكروس جيردر، دي عباره عن مجموعه كاميرات عرضيه بتتكرر كل مسافه من 4 الى 6 متر. الكروس جيردر دي بتتشال على التومين جيردرز اللي هي متشاله على الاباطمنت الخرسانه اللي هي خلال السبان بتاع الكوبري اللي هو سواء كان 20 30 40 متر اللي هو اكوردنج للايه للبليت جيردر اللي تستحمل لغايه 40 متر. تمام. طيب يبقى ده الكومبوننتس. تعال نبص بقى للفروض بتاعت الدبس بتاع كل اليمنت عشان نبدا نحسب الهايت اوف كونستراكشن. اول حاجه البلاطه الخرسانه عاده الكود المصري بيقول لنا مينيمم 16 سم، مش مسموح لك في الكوبري اكوردنج للكود المصري بتاع الستيل كاتب لك صراحه ممنوع استخدام بلاطه اقل من 16 سم، دي نمره واحد. نمره اثنين قال لك لو الويرنج سيرفيس بتاع الكوبري ده اتشال ومش موجود يبقى لازم المينيمم ثيكنس يبقى 20. عشان كده دايما مفيش حد بيصمم كوبري في مصر وبياخد سمك بلاطه اقل من 20 سم. بعد كده البلاطه ياخد بقى 20 22 25 ديبند بقى على السبيسنج بين الايه؟ بين السكندري بيمز او بين السترينجرز.
والمعلومه يعني في البعض فعلا في مصر بيستخدم مسافه بين السترينجرز اكتر من 2 متر وربع وبيعمل لها ميتال ديك سبيشال، بس 2 متر وربع مثلا بيزودها ل 2.5 ل 2.70 وساعتها بيعمل سبيشال ميتال ديك، يعني يعمل درفله مخصوص لميتال ديك مخصوصه بتخانه بقى 1.5 ملي او 2 ملي عشان يزود المسافه شويه عن 2 متر وربع تبقى توصل ل 2.75 او ل 3 حد اقصى. بس خلينا احنا النورمال اللي هي 1.75 الى ايه الى 2 متر وربع. بعد كده بعد ما بنفذ البلاطه خرسانه اللود هيروح على السترينجر، السترينجر دي سبانها هي السبيس بين الكروس جيردر، فبناخد دايما دبس السترينجر السبان على 10. فمثلا عندي السبيسنج بين الكروس جيردر 5 متر، يبقى اخد السبان السترينجر كام؟ 50 سنتي اللي هي 500 على 10. بعد كده السترينجر متشال على الكروس جيردر، الكروس جيردر دي سبانها كام؟ السبان بتاعها هي المسافه بين التو مين جيردرز، واحنا دايما بناخد مسافه بين التو مين جيردرز في الديك بريدج هي عرض الطريق، وبخلي السايد ووك كانتليفر. ده ابسط سيستم بصراحه، ابسط سيستم ان انا اخلي السايد ووك كانتليفر هنا بلاطه كانتليفر، طلعت لها كروس جيردر كانتليفر. لو البلاطه دي متر ممكن اصمم المتر ده كانتليفر سلاب من غير ما اطلع ستيل كانتليفر من الكروس جيردر عشان تشيل الايه، تشيل السايد ووك. لو حصل ان انا عندي المسافه دي زادت عن متر ونص، من متر ونص لغايه ما وصلت مثلا ل 2 متر، ريكومند بصراحه ان احنا نعمل ايه، نعمل كانتليفر كروس جيردر و تشانل في طرف البلاطه تشيل الايه، تشيل السايد ووك. طبعا من المفترض ان السايد ووك ما يطلعش عليها عربيات، لكن طبعا احنا عندنا بنلاقي عربيات الشرطه كلها طالعه فوق السايد ووك في بعض الاحيان. وطبعا احنا الكود المصري نفسه كمان بيصمم السايد ووك على كيس اسمها اثناء الحوادث، اثناء الحادثه ممكن عربيه مثلا تحود وعجله من العربيات التراكس دي تطلع فوق السايد ووك او عجلتين، فبصراحه بنصمم برضو السايد ووك على كيس سبيشال اثناء الايه، اثناء الحوادث. فده بيؤدي ان انا ريكومندد في الاسبان الاكتر من متر 20 مثلا ان انا استخدم ايه، كانتليفر ستيل تشيل السايد ووك. طب دبس الكروس جيردر اخده كام؟ الكروس جيردر بصراحه هي اللي شايله كل الاحمال بتاعه التراكس قبل المين جيردر، يعني اي تراك هيروح الاول على السترينجر واكيد دي الكروس جيردر، والكروس جيردر دي المين جيردر. فريكومندد ان دبسها ناخد الاسبان على 8 اللي هي اللي هي عرض الطريق. واحد عنده عرض الطريق 8 متر، واحد عنده طريق 9 10 12 15. تفتكر عرض الطريق بيعتمد عليه يا باشمهندس؟ الكثافه المروريه، عدد الحارات مثلا. اه مظبوط، الكثافه المروريه سليم. ودي فعلا داتا المهندس اللي بيفرضها ولا داتا بتعطى ليه؟ دي داتا بتعطى ليك انت، انت بيتقال لك هاي الطرق الكباري بتقول لك الكثافه المروريه على الطريق دوت كذا مثلا 3000 عربيه في اليوم، 5000 عربيه في اليوم وهكذا. يبقى انا عايز الطريق ده مكون من 3 حارات 4 حارات 5 حارات 6 حارات وهكذا. من عدد الحارات بيتحدد لك انت عرض الطريق، فدي داتا جيفن ليك مش داتا انت بتفرضها. هي بس الحاجه اللي لازم تعرفها ان الحاره مينيمم اكوردنج للاشتو اللي هو الكود الامريكي للطرق 3 متر، وفي الكود المصري للطرق بيتاخد من 3 ل 3 متر 60 عرض الحاره الواحده مينيمم 3 وفي رينجها 3 60. يعني انت لو عندك عرض الطريق 10 متر يبقى ده مع ذلك انت كمصمم تعتبره 3 حارات اللي هو 10 على 3، لكن لو عندك عرض الطريق 12 متر هيعتبره 4 حارات، 15 متر 5 حارات، 13 متر هيبقى زي ال 12 4 حارات بس وهكذا. طب يا دكتور مش هو المفروض هو اللي بيطلب مني عايز عدد حارات كام؟ مظبوط، انت بتنفذ بس صح؟ لا انا بقول لك يعني انا بفهمك بس يعني ان انك تعرف ازاي عدد الحارات، بس انت فعلا انت دي داتا انت مش هتعمل بيها، انت الداتا دي هتبقى معطاه ليك انت على اساسها هتفرض المسافه بين التو مين جيردرز بس. بعد كده فرضنا دبس السترينجر الاسبان على 10 اهي اللي هي اس على 10، فرضنا دبس الكروس جيردر الاسبان على 7 ل 9 وانا قلت لك خدها على كام؟ على 8. يتفضل لنا مين؟ يتفضل لنا المين جيردر. المين جيردر بناخده دايما الاسبان على 10، يعني عندك كاميرا 30 متر هتاخد الويب بتاعها دبسه 3 متر، 20 متر هتاخدها 2 متر، 25 متر هتاخدها 2.5 متر. ده بالنسبه لدبس الايه القطاعات. طيب
ده الكومبوننتس الرئيسيه بتاعت الكوبري. طب ايه موضوع البريسنج ده؟ دلوقتي الاحمال الرئيسيه لما تجي لك احمال رئيسيه، الاحمال الرئيسيه على البلاطه تروح للسترينجر، كروس جيردر، مين جيردر الى الابطمنت. طب لو جات لي لاترال لود عمودي على المين جيردر، هتعلمنا حاجه بقى في الستيل بتاع 1 ستيل سنه ثالثه السنه اللي فاتت، ان اي لود يجي عمودي على الستيل ستراكشر دايما، احنا الستيل ستراكشر بيشيل لود في مستواه، لما يجي عمودي على مستواه بيتولد لاترال بيندنج. بشيلها ازاي؟ عن طريق ان انا احط هوريزونتال بريسنج وفيرتيكال بريسنج عشان يشيل اي لاترال لود. هنا نفس الكلام بالنسبه للمين جيردر، المين جيردر اهي جاي لها لود عمودي على مستواها، سواء كان جاي من السيزميك جاي من الويند لودز، فحطيت له ابر بريسنج وممكن احط له ابر ولور كمان عشان دبس المين جيردر كبير. فاللور بريسنج اوريدي هو متوصل بالبوتوم فلانج فبيوصل لغايه الاند بيرنجز نهايات الكوبري، لكن الابر بريسنج متوصل بمسافه معينه بناخده منسوبه هي منسوب البوتوم فلانج بتاع الكروس جيردر. وبالتالي مين السبورت بتاع الابر بريسنج؟ بنحط حاجه اسمها كروس فريم بريسنج او فيرتيكال بريسنج اللي احنا سميناه في سنه ثالثه. الفيرتيكال بريسنج ده بياخد الرياكشن بتاع الابر بريسنج يوصله لغايه ما يوصله تحت خالص عند الاند ايه اند بيرنج سبورتس. وبالتالي لو بصينا على السلايد اللي ورا ده اللي هو البريسنج سيستم، الرسمه اللي على اليمين دي عباره عن ايه؟ عباره عن ديك بريدج، واللي على الشمال دي بوني بريدج. قلت ايه الفرق بين الديك والبوني؟ ها لما قلتها في الانترودكشن، ايه الفرق بين الديك والبوني؟ لو شايف ال باين وانا ماشي ولا مش باين؟ يعني الديك استراكشر وايز ان الطب بتاع الكروس جيردر هو طب المين جيردر، ده في الديك طب الكروس جيردر ايكوال طب المين جيردر، ده يبقى ايه؟ يبقى ديك بريدج. كل الطب ليفل بتاع السترينجر والكروس جيردر والمين جيردر متساويين في اعلى نقطه. طب وفي البوني الكروس جيردر بتنزل تحت خالص او المين جيردر هي بتطلع لها فوق خالص، وبالتالي يبقى البوتوم فلانج بتاع المين جيردر ايكوال البوتوم فلانج بتاع كروس جيردر، والمين جيردر بتطلع لفوق، وبالتالي انا وانا ماشي فوق الكوبري في البوني بشوف المين جيردر يمين وشمالي، لكن وانا ماشي فوق الكوبري في الديك بريدج ما بشوفش اصلا المين جيردر، انا يمين وشمالي في هاند ريلز بس، مجرد المشايه بتاعت المشاه الناس، وبعد كده الهاند ريلز عشان الناس ما تقعش في جوه المجرى المائي، يعني مجرد هاند ريل يمين وشمال، ولكن الستاتيكال سيستم نفسه من تحت يبان من تحت في حاله الديك بريدج. هنا بحط في كلتا الاحوال يا جماعه الهوريزونتال بريسنج بحطه في عباره عن كي سيستم. هنا شوف حطيت كي سيستم بمجموعه دياجونالز، المين جيردر التو مين جيردر مع الكروس جيردرز مع الدياجونالز بتكون لي هوريزونتال تراس. تاني المين جيردر التو مين جيردرز مع كروس جيردرز مع الدياجونالز بتاعت التراس اللي انا ضفتها بتكون لي هوريزونتال تراس. مين السبورت بتاع الهوريزونتال تراس ده؟ هو الفيرتيكال تراس اللي احنا سميناه هنا ايه؟ سميناه اند كروس فريم بريسنج، بياخد الرياكشن اللاترال اللي جاي من الويند مثلا ينقله الى الايه؟ الى التو اند بيرنجز تحت من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه. يعني هيبقى عندي هنا في طرفي الكوبري عندي حاجه اسمها فيرتيكال بريسنج، بس في كباري بنسميها اند كروس فريم بريسنج. طب حاله البوني بريدج الهوريزونتال بريسنج ده منسوبه فوق ولا تحت؟ منسوبه احنا قلنا اسفل نقطه في الكروس جيردر، والكروس جيردر نفسها تحت، والمين جيردر نفسها متشاله في اسفل نقطه تحت، يبقى اللور بريسنج ده لما هياخد ويند لود هيروح هيتشال وينعكس دايركت على مين؟ على التو اند بيرنجز، لان منسوب الهوريزونتال بريسنج ده هو اسفل نقطه في كروس جيردر اللي هي ماشيه مع اسفل نقطه في مين جيردر اللي هي اوريدي المين جيردر متشاله على الايه؟ على الخرسانه في بدايه ونهايه الكوبري. مش عارف اذا كنتوا مركزين معايا في النقطه دي ولا حد تاه مني. دكتور انا مش فاهمه البوني دي. البوني 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 عباره عن، طب نشوف الكروس سكشن تاني بتاع البوني. بص ده كروس سكشن الديك، معلش هندسه، مكون من ايه؟ اتنين من جيردر، كروس جيردر الطب بتاعها ماشي مع طب المين جيردر، ومجموعه سترينجرز اهي، بس بحط ابر بريسنج لور بريسنج فيرتيكال بريسنج، معلش هندسه. طيب البوني البوني اهو الكروس جيردر اللي فوق ما بقتش فوق، ليه استخدمنا البوني؟
البوني بنستخدمه عشان نزود الكلير هايت تحت منسوب الميه. هوريها لكم تاني في الكروس سكشن تاني يعني. ليه بنستخدم البوني؟ ان انا برفع المين جيردر لفوق فبزود النافيجيشن ريكويرمنتس. لما برفع المين جيردر لفوق بفضل ارفعها 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 لغايه ما اوصل لاقصى ارتفاع ممكن اللي هو بوتوم الفلانج بتاع المين جيردر يمشي مع بوتوم فلانج الايه الكروس جيردر. وهنا المسافه بقى بين التو مين جيردرز هتبقى هي عرض الطريق الرود واي ويث بلس التو سايد ووك. يعني المسافه بين المين جيردر هنا زادت. يعني لو سالت واحد هنا اسباني كروس جيردر في حاله البوني كام هيقول لي ايه؟ عرض الطريق زائد اثنين سايد ووك. مظبوط يا باشمهندس. لكن في حاله الديك بريدج اسباني كروس جيردر بيبقى كام؟ عرض الطريق اللي هو ده عرض الطريق هنا. وفي دبل كانتليفر يمين وشمال. معايا يا باشمهندسين؟ فهو ده الفرق الرئيسي بين الديك والبوني. احنا عايزين دلوقتي نعرف مش الفرق في الاستاتيكال سيستم، عايزين نعرف الفرق في الهايت. بص نرجع بقى للرسمه الاساسيه بتاعتنا دي. الرسمه الاساسيه دي بص يا باشمهندس، انا دلوقتي هنا عملت انا ماشي هنا بالعربيه بتاعتي هنا. فانا دلوقتي هنا التوب بتاع المين جيردر هي ايكوال توب كروس جيردر. يبقى المين جيردر نزلت لتحت كده، ده منسوب البلاطه خرسانه وكل المين جيردر تحت البلاطه خرسانه. فده يعتبر بيقلل لي من ايه يا باشمهندس؟ بيقلل لي من نافيجيشن ريكويرمنتس. طيب لو انا سبت منسوب البلاطه خرسانه زي ما هو ورفعت المين جيردر لفوق لغايه ما خليت البوتوم بتاعها يمشي مع بوتوم الكروس جيردر، يبقى انا زودت ايه؟ زودت ايه يا باشمهندس؟ كلير هايت زودت كلير هايت. بص دايما الفرق بين الديك والبوني ده بيفضل بعض المهندسين مش راضي تخش دماغه لغايه ما يسمعها مره واثنين وثلاثه. يعني انا بمعنى اخر انا اللي بتحكم في المين جيردر يبقى التوب بتاعها ايكوال توب كروس جيردر ولا البوتوم بتاعها هو اللي يمشي مع بوتوم كروس جيردر. لو انا رفعت المين جيردر لفوق طبعا هرفع معاها السبورت، ما انا اللي بحط منسوب انا اللي بحدد كل حاجه بنفسي في بدايه التصميم. فانا هرفع المين جيردر لفوق لغايه البوتوم بتاعها يمشي مع بوتوم الايه الكروس جيردر، ساعتها يبقى انا زودت الكليرنس تحتيه. بس هو ده الفرق بين الايه بين البوني والديك من حيث الكونستراكشن. وبالتالي البوني بيديني سماحيه ان انا ازود الكليرنس تحت الكوبري. وطبعا ده بعمله في المناطق اللي انا عندي اصلا الارتفاع ده صغير، يعني لان الحاجات دي بتعتمد على منسوب الطريق ريلاتيف لمنسوب الميه والنافيجيشن ريكويرمنتس كام في المنطقه ديت. فلو في منطقه ما الكليرنس هنا قليله وانا محتاج ازودها مضطر ارفع بقى ايه المين جيردر البوتوم بتاعها يمشي مع بوتوم الكروس جيردر واختار بوني. والله انا طلع التولرنسز عندي هنا عاليه وما عنديش مشكله في منسوب الميه ولا في مرور السفن، يبقى خلاص هعمله ديك بريدج لان الديك افضل من البوني. معايا يا باشمهندس؟ افضل من ناحيه ايه؟ افضل من ناحيه هما الاثنين. ده السؤال اللي انا هساله ليكوا بقى. لو سالت سؤال دلوقتي بقى، ايه الفرق بين الديك والبوني من حيث تصميم المين جيردر؟ حد يقدر يقول لي يا باشمهندس في الفيو اللي هو شايفه قصاده ده؟ يتخيل كده ان هو هيصمم المين جيردر ليه؟ انا قلت الديك افضل، يعني المفروض طبعا كنت اسالكم مين الافضل، بس انا خلاص بقى انا قلت الديك افضل من البوني. تفتكر ليه الديك افضل من البوني في الديزاين المين جيردر؟ عشان الكومبريشن فلانج اللي فوق هتبقى ممسوكه وبالتالي ده احسن للمين جيردر. مظبوط، برافو عليك يا باشمهندس، صح كده. الديك بريدج يا باشمهندس هنا الكومبريشن فلانج ممسوكه بواسطه ايه؟ بواسطه البلاط الخرسانه اللي فوق ده، وكذلك بواسطه الكروس جيردرز. فالتوب فلانج ما فيهاش لاترال توشا باكلينج تماما، وبالتالي الكومبريشن فلانج هنا بتوصل للماكسيمم ريزيستنس بتاعتها، ما بيحصلهاش لاترال توشا باكلينج، وبالتالي الديك بريدج بيبقى افضل في الديزاين من البوني بريدج. طيب مين اللي ماسك الكومبريشن فلانج في البوني بريدج هنا يا باشمهندس؟ الدايفرام البريسنج. طب اللي بيقول البريسنج ده او الليفل بتاعه ليفل التوب فلانج ولا البوتوم فلانج؟ مش المفروض البلاطه انا بسال دلوقتي في البوني البوتوم فلانج البوني بريدج. سؤالي يا باشمهندس تاني، في حاله البوني بريدج
الكومبريشن فلانج لاترالي سبورتد ولا لا؟ ولو هي لاترالي سبورت مين اللي ماسكها؟ هو في زي تنشن كيبلز كده نازله كل مسافه مع المين جيردر، هي دي ممكن تكون اللي ماسكاها. برافو عليك، صح، هي فعلا بنحط حاجه اسمها، بس مش تنشن، بنحط حاجه اسمها براكت زي بليت كده، صح يا باشمهندس؟ لاحظ حاجه اهو، برافو عليه. يعني بص يا باشمهندس، في حاجه مايله كده شايفينها، بس سكيله صغير قوي. شايفين الحاجه المايله اللي عند كل كروس جيردر ده؟ تمام. الحاجه المايله دي عباره عن ايه؟ لو بصينا على السيستم بتاع البوني بريدج نفسه، يعني هنا عندنا اوريدي في حاله البوني بريدج، هنلاقي هنا قصادنا التومين جيردر زي، وعندي هنا حطيت براكت، البراكت ده اهو ماسك الكومبريشن فلانج الفوقانيه. البراكت ده بعباره عن تي سيكشن، وبيبقى الكونكشنز بينه وبين الكروس جيردر ريجيد، بحيث ان البراكت مع كروس جيردر يشتغل يو فريم، فاليو فريم ده بيشتغل الاستيك سبورت للكومبريشن فلانج، وبيقلل الكومبريشن، بيقلل اللاترال تورشن باكلنج. يعني وجود البراكت ده اللي انا بكرره عند كل كروس جيردر بيخلي لي الانسبورتد لينث بتاع الكومبريشن فلانج، بدل ما يبقى فول سبان بتاع المين جيردر لا. وبرده البراكت اللي انا حطيته ده بصراحه ما بيشتغلش از ريجيد سبورت، ده بيشتغل از ان الاستيك سبورت، لان انا زودت الاستيفنس لاترالي عند النقطه ديت، بحيث ان الفلانج تيجي تتحرك لاترالي بتلاقي البراكت ده ماسكها، بس مش ماسكها فول ريسترين، لا ماسكها بارشالي ريسترين، ماسكها بارشالي ريسترين. وده اللي احنا هندرسه بقى كمان 3 4 محاضرات من دلوقتي، اللي هو ازاي ندرس اللاترال تورشنال باكلينج اوف كومبريشن فلانج في حاله الايه، في حاله البوني بريدج، ولازم ندرس ازاي الاستيفنس بتاع البراكت ده قد ايه، واتصاله بالمين جيردر ازاي، وهنصمم ريجيد الكونكشن ده على مومنت قد ايه، والال ان سبورتد لينث بكام. لكن انا عايزك تفهمه دلوقتي ان في حاله البوني بريدج الكومبريشن فلانج لاترالي ان سبورتد، البلاطه خرسانه تحت، الهوريزونتال بريسنج متوصل بين التنشن فلانج مش متوصل بين الكومبريشن فلانج. وطبعا في الامتحان لو لقيت حد حاطط لي بريسنج فوق هنا بنقطع رقبته على طول. يعني طبعا في حاله البوني بريدج لو حطيت بريسنج هنا ايه اللي يحصل؟ العربيات مش هتعدي، يبقى انت كده قفلت الايه، يبقى انت قفلت الكوبري، وبالتالي تيك كير دايما ان انت ما تحطش ايه، ما تحطش ابر بريسنج طبعا في البوني بريدج. طبعا بنعرف ساعتها ان اللي حط ابر بريسنج ان هو ما رسمش اللي اوت تماما في ايه، حتى في الاساينمنت كمان يعني. طيب نرجع بقى، طب معلش يا دكتور، حد عايز يسال سؤال؟ ايوه اتفضل. طب هي دلوقتي البوني ده وحش سواء في الكلير هاي، وحش في حته الباكلينج اللي ممكن، بالعكس يا باشمهندس، انا استخدمت البوني عشان الكلير هايت، البوني هو اللي انقذني في كلير هايت. ازاي هو مشكله بيعمل لي كلير هايت قليل لما يكون في الطمايه؟ الدك هو اللي بيعمل كلير هايت قليل. انت كده ما فهمتنيش لسه بقى باشمهندس. تاني الرسمه دي يا باشمهندسين، ايه اللي انا عملته هنا؟ ده المنسوب الطوب بتاع الرودواي ليفل. هنا في حاله الدك المين جيردر باكملها تحت منسوب البلاطه خرسانه، المين جيردر باكملها تحت منسوب البلاطه خرسانه، وبالتالي كلير هايت في الدك اقل كلير هايت. لما جيت اعمله بوني عملت ايه؟ قلت رفعت البوتوم فلانج، اسمعني تاني يا باشمهندس اللي بيقول ان كلير هايت وحش في حاله البوني، رفعت البوتوم فلانج، البوتوم فلانج بتاع المين جيردر رفعتها لفوق لغايه ما مشيت مع البوتوم فلانج بتاع كروس جيردر. لما حرفع المين جيردر اللي فوق يبقى الكليرنس ده زاد ولا قل؟ زاد. فانت ليه بقى بتقول ان الكليرنس وحش في حاله البوني؟ انا كنت فاكر ان في حاله الديك ان هو بيكون الاثنين في نفس المستوى بيكونوا اعلى حاجه من بوني، عشان كده كنت فاهم غلط يعني. لا يعني معنى اخر، الديك الثابت على فكره يا باشمهندس، الثابت منسوب الطريق ومنسوب البلاطه خرسانة، ده اللي ثابت، اللي بيعلى وينزل مين؟ المين جيردر. حطوا دي في دماغكم، اللي بيعلى وينزل مين؟ المين جيردر.
يعني في حاله الديك بريدج المنسوب العلوي ده هو منسوب الطريق، انا ما اقدرش العربيه ماشيه على الرصيف بره الكوبري هتطلع فوق الكوبري بنفس المنسوب، لكن انا عندي في الديك المين جيردر اللي تحت، لكن في البوني المين جيردر فين؟ طلع لفوق، ومنسوب الطريق هو هو، منسوب الطريق هو هو، وبالتالي لما انا رفعت المين جيردر لفوق وعملت بوني بريدج زودت الايه الكليرنس تحت ايه تحت المين جيردر. ها في سؤال تاني؟ معلش يا دكتور سريعا بس في سؤال، هو في الديك بريدج الكاميرا المين جيردر ممسوكه بالخرسانه من فوق في اللاترال تورشنال باكلينج؟ تمام تمام. والبريسنج اللي موجود في البوتوم بتاع الكروس ده فايدته ايه؟ معلش يا دكتور. بص انت كلامك صح. بص يا جماعه الدوتد لاين بتاع البوتوم الابر بريسنج بصراحه ده بيطلق عليه في الكباري لايت بريسنج. لايت بريسنج الغرض منه تحقيق الاستابيليتي قبل صب البلاطه الخرسانه اثناء الكونستراكشن. يعني ايه؟ يعني انت جيت في الموقع دلوقتي ركبت التومين جيردرز وركبت عمود عليهم كروس جيردرز وبدات تركب السترينجرز وسبت المنشا، المنشا ده في الوضع ده لاترالي انستابل قبل ما اصب البلاطه. ثبت البلاطه، ثبت البلاطه، شيل البريسنج ده ملوش لازمه. ماشي. طب هو وجوده في الويب في نص الويب بتاع المين مين جيردر؟ لا لا هو مش موجود، مش موجود، مش موضوع موجود في نص الويب، موجود موضوع ان انا بحطه في المنسوب اللي اقدر اربطه بالكروس جيردر والمين جيردر بدون ما ازود الكونكشنز واعمل هورزونتال تراس. يعني ده افضل منسوب ليا، لان انا لو حطيته فوق هيتقاطع عند كل سترينجر معايا، وفي نفس الوقت البلاطه خرسانه هصبها فوق فما بقاش في نفس المكان اللي بصب فيه بلاطه خرسانه، يبقى عندي بريسنج. فانا حطيته في المنسوب اللي يكون لي هورزونتال بريسنج ويعمل لي ستابيليتي اثناء الكونستراكشن. عشان كده دايما يا جماعه التوب بريسنج بيطلق عليه لايت بريسنج، وكان بي يعني ان انا ريموفد، كان بي ريموفد افتر الكاستنج بتاع الكونكريت. بس طبعا معظم الكباري بعد ما بصب البلاطه الخرسانه ما حدش بيخش يفك الايه، يفك البريسنج العلوي، بيتساب البريسنج العلوي والسفلي يعني. طيب والاكس يا دكتور اللي موجود بقى من تحت ده، ده بيزود الاستابيليتي عشان ينقل بقى الفورس اللاترال لبقيه العمود، صح كده؟ صح. يعني اهو العمود صح. يعني انا عندي الابر بريسنج ده، هل الابر بريسنج ده متوصل بالاند بيرنج سبورتس؟ بالاند بيرنج، الاند بيرنج اللي هي معلش اللي هي فين بالظبط يا دكتور؟ الاند بيرنج، الاند بيرنج اللي هي تحت خالص دي السبورت الاسود ده يا باشمهندس، ده هو الاند بيرنج اللي هو اللي هو زي الرولر او ماشي زي الرولر او الهنج ده، النقطه السوداء دي، النقطه السوداء دي هي الاند بيرنجز. تمام. فالاند بيرنجز ده هو اوريدي اللي شايل الكوبري بتاعي. هل الدوتد لاين الفوقاني ده متوصل بالاند بيرنجز تحت؟ مش في سنه ثالثه، في سنه ثالثه ليه حطيت فيرتيكال بريسنج بعد ما حطيت الهوريزونتال؟ عشان انقل الحمل الهوريزونتال اللي جاي من الويند فوق على الهوريزونتال بريسنج، انا ايه له تحت بقى على القواعد. ايوه القواعد دي بالنسبه لنا هنا هي الاند بيرنجز. اوكي. فاحنا بنعمل يعني ممبر هوريزونتال ما بين القواعد دي، ونعمل الاكس ده عشان يوصل الفورس من اللور بريسنج اللي موجود فوق عند الكروس جيردر على البتاع اللي هو الممبر هوريزونتال ده او الاند بيرنج بالظبط. يعني تمام. منسوب الدوتد لاين بتاع الهوريزونتال بريسنج ده علوي، علوي فوق يقابل الهوريزونتال بريسنج اللي انت عملته السنه فاتت سنه ثالثه. جميل جميل جدا. بعد تمام. كده ده منسوبه علوي، ازاي تنقله لغايه منسوب القواعد؟ تاخد اكس منه بقى، تاخد منه فيرتيكال بريسنج. طب نحط الفيرتيكال بريسنج ده فين؟ عند هناك كنا في السنه فاتت بنحطها عند العمدان، بين العمدان اللي متوصله بالقواعد. مين هنا اللي متوصل بالقواعد؟ المين جيردر. المين جيردر. فباجي عند بدايه ونهايه المين جيردر بحط اثنين اند كروس فريم بريسنج، واحد في البدايه واحد في النهايه. معايا يا باشمهندس؟ مع حضرتك. انا لو كبرت هنا شويه، لو كبرت شويه كده بص هتلاقيني هتلاقوني ان انا راسم مش في الاول والاخر بس بصراحه. راسم في النص. ايه لازمه اللي في النص دولت بقى؟ ما
الممبر بقى طويل، يعني الممبر الافقي ده بقى طويل، بقى طويل قوي. فلا ثانيه يا جماعه، ده اسمه ده بيحقق لك السبيس اكشن وتربيط، تربيط فقط لا غير. يعني ايه؟ في عندكم حاجه في الـ في الـ في الاستراكشر، حاجه اسمها ان احنا بنعمل ديزاين از 2 دي ستراكشر واذا 3 دي ستراكشر. لما بتربط اتنين هوريزونتال بريسنج ببعض في السبيس، في السبيس ده بيحقق لك حاجه اسمها السبيس اكشن، وبيخلي التومين جيردرز ممكن يشتغلوا مع بعض، ويقلل الديفليكشن بتاع التومين جيردرز مع بعض. يعني لما الحمل يقرب من احدى التومين جيردرز بتلاقي في الحقيقه مع وجود الانترميديت فيرتيكال بريسنج ده بتلاقي الديفليكشن في الحقيقه اقل من الديفليكشن اللي انت حسبته مانوال. ليه؟ لان هو لما اللود وقف على احدى التومين جيردرز، المين جيردر ما خدتش كل اللود ده، خدت جزء منه بس نتيجه وجود الكروس بريسنج الانترميديت ده، بيحقق لك السبيس اكشن وبيقلل لك الديفليكشن بتاع التومين جيردرز، وبيشتغلوا از جروب مع بعض. وبالتالي الانترميديت ده مجرد تربيط، هو ما بنعملوش ديزاين، وبناخد قطاعه نفس قطاع التو اند كروس جيردرز. طبعا دلوقتي في الكباري احنا بنحل الكباري دي كلها 3D جوه الموديلنج، ايا كان بقى هنحل البريدج ده بايه. وبصراحه بنحسب بالفعل الفورسز في جميع البريسنج سيستم، سواء كانت ابر بريسنج ولور بريسنج او فيرتيكال بريسنج في الاطراف او فيرتيكال بريسنج انترميديت، ومنها بنعمل ديزاين على الماكسيمم سترينج اكشنز. لكن احنا مع بعض في الكورس هنعتبر الاستراكشر ده 2D، هنصمم مع بعض فقط الابر بريسنج واللور بريسنج والتو اند كروس بريسنج اللي عند الايه، عند الاند بيرنجز بس في البدايه والنهايه. لكن الانترميديت ده هنفترض ان هو متواجد فقط لتربيط التو مين جيردرز ببعض وتحقيق السبيس اكشن فقط لا غير. ها انا عايز بس اتاكد ان انتوا تخيلتوا الموضوع في دماغكم، والفرق بين الديك والبريدج كان واضح. في اي سؤال؟ وبالتالي المفروض دلوقتي اوريدي انا احسب الهايت اوف كونستراكشن بقى الاتش اكشوال ده. نحسب الاتش اكشوال ازاي يا باشمهندسين بقى في حاله الديك والبوني؟ بص انا عايز احسب الارتفاع من اول منسوب الاسفلت لغايه اسفل نقطه في المين جيردر ديفليكشن. فعندي هنا الاسفلت بناخده حوالي 6 سم، ده المتوسط العام بتاع الاسفلت. بعد كده عندي بلاطه خرسانه مينيمم 20 سم. بعد كده بامكاني ان اعمل هونش بين السترينجر والبلاطه خرسانه، بين السترينجر والبلاطه خرسانه حوالي 5 سم. ده لغرض ان اللود يتنقل دايركت من البلاطه خرسانه الى السترينجر. بعد كده اوريدي في نهايه الهونش بيبقى عندي مين جيردر، دبس الويب بتاع مين جيردر بيبقى حوالي الاسبان على 10. بعد كده عندي توب فلانج ولور فلانج، تخانه فلانجات بفرضها حوالي 6 8 سم لسه ما صممتهاش. وبعد كده اخر حاجه بيبقى عندي الديفليكشن بتاع مين جيردرز اللي هي حوالي الاسبان بتاعها على كام؟ على 600. بجمع الارقام دي كلها طلع التوتال هنا اقل من الاتش افيلبل اللي الباشمهندس كان حاسبها لنا، كانت كام يا باشمهندس لما حسبتها من شويه؟ لما كان حاسبها كانت الفرق بين منسوب الطريق ومنسوب الميه وال 5.5 المسافه دي الهايت اوف كونستراكشن هي طلع 4.5، اقل من 5.5 استخدم ديك بريدج. طلعت المجموع ده كله 6.5، كده بقى هضطر استخدم ايه؟ ما ينفعش استخدم ديك بريدج، هضطر اغير السيستم بتاعي. طلع المسافه هنا 4.5 بس الافيلبل نفسها 3 متر، برضه نفس المشكله. وبالتالي ساعتها او رايح ناحيه البوني بريدج. طب الهايت في البوني كام؟ الهايت في البوني هو اللي قصادنا ده بقى، اللي هو الهايت اوف كونستراكشن هنا برضو عندي بستبدل بعوض بقى دبس المين جيردر، بيجي معايا هنا دبس كروس جيردر. هو ده الفرق بين الديك والبوني. جه هنا ارتفاع الهايت هنا بيبقى برضو اسفلت زائد بلاطه خرسانه زائد هونش زائد ويب كروس جيردر زائد فلانجز زائد ديفليكشن. طيب لو حصل ان الافيلبل هنا مثلا كانت 3 متر او 2.5 متر وطلع هنا الهايت هنا 3.5 برضه في البوني، وطلعت عندي مشكله كمان في البوني، هنعمل ايه ساعتها بقى؟ يعني انا عملت بوني بريدج وبرضه الهايت ما اسعفنيش، هضطر ساعتها اعمل ايه؟ اجي بقى اطالب هيئه طرق كباري ارفع منسوب الطريق نفسه من بره.
من هنا خالص او من هنا رافع منسوب الطريق من الخارج خالص لان انا وصلت لاقصى حاجه ان انا رفعت منسوب الايه البوتوم فلانج مع بوتوم الكروس جيردر وبالتالي كده حققت اقل هايت اوف كونستراكشن ممكن اعمله اللي هو البوني بريدج بالنسبه لي. ما عرفتش اعمل بوني بريدج خلاص ساعتها بضطر ارفع الايه ارفع منسوب الطريق عشان نسيب. بعد كده بيبان هنا طبعا الليفيجن بتاع الكوبري بتاعي الكروس جيردر فوق بيبقى ديك في النص بيبقى سيمي ديك تحت بيبقى بوني. سيمي ديك هو بين الديك والبوني بس طبعا مين اللي بنختار ديك وبوني اكتر من ايه اكتر من سيمي ديك. بعد كده بتبدا انت بقى كديزاينر بقى ترسم اللي اوت بتاعك بقى هنا ودي طبعا المعيد بقى هيشرح لك الحاجات دي كلها ان ديتيلز بقى. يعني مثلا هنا لازم تحقق الزاويه بتاعت البريسنج هنا تبقى من 30 ل 60 درجه. بنبدا نستخدم فيرتيكال بريسنج كل مسافه من 1.5 ل 2 متر عشان الويب بتاع المين جيرد يبقى تخانته قليله. بعد كده بنحط هوريزونتال ستيفنر برضو في الخمس او في النص ديبند على ويب بتاع الايه بتاع المين جيردرز وده هيشرح لك ان ديتيلز في الايه في السكشن. اعتقد نكتفي بكده المره دي عشان ما نطولش عليكم وبعد كده لما المعيدين خلصوا شرح اللاي اوت ممكن المره الجايه في اول خمس دقايق نشوف ايه اسئلتكم في الايه في اللاي اوت بوجه عام. بس طبعا لازم تبقى فاهم ان انت المفروض ترسم كروس سكشن والليفيجن وبلان وهنا في الديك عندك ابر بريسنج ولور بريسنج. لكن في حاله البوني بريدج اهو البوني بريدج اهو ما عندكش غير ايه ما عندكش غير لور بريسنج بس ويبقى لازم ترسم كروس سكشن والليفيجن وايه ولور بريسنج. طيب حد عنده اي سؤال فنسين؟ شكرا جدا يا دكتور. تمام خلاص احنا كده برضو المحاضره هتبقى بنفس الطريقه برضو الاسبوع الجاي في نفس الميعاد ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس. السلام عليكم.